بتقولتش تمام كل عيد بريزنتيشن ايه المساعد بتاعك واحد 33 سنة بقى 7 شهور في أمينورية 33 سنة بقى 7 شهور في أمينورية فولو سبونتينيوس أبورشن في هي دايليتيشن عندي كوليتاش هي زاد دايل أشهر من دي جاي كونفيرم دايجنوستس ازاي كونفيرم دايجنوستس ازاي ايوه كمان احنا قلنا اي حاجه اللي يوترس بنعمل ايه خلاص وي هيستروسكوب واحده 17 سنه كومبلين سات شيء هذه تستارت من استرويشن يبقى دي برايمري امينوري تمام شيء دي ماي ويت لوس اور اكسسيف اكسرسايز اتش اوف هيل سيستر اتشيفد من 13 سنه ذا بيشنت مصر يقول الدكتور عملت الترا ساوند عملت الاكس راي لقيت ان في ميسنج للرايت كيدني هير بلاد بريشر 110 60 الثايرويد كويسه التنل ستيج بتاعها 5 اتس موست لايك ذا نيوز ميسنج رايت كيدني عندها برايمري امينوريا يعني برايمري امينوريا تنل ستيج 5 عندها ميسنج رايت كيدني الكومبلين اللي عندها دي عندها 3 برايمري امينوريا ماشي ميسنج رايت كيدني تمام تنل ستيج بتاعها 5 يعني ايه تنل ستيج؟ لا سيبه تمام طيب ده اللي احنا بنشوف بيه خلاص الانفيميت دي البريسنت ديفلوبمنت بتاعها عامل ايه والبيبل كده خلاص مش هقول لك تمام يبقى الحاله دي ايه؟ دي دي برايمري امينوريا دي بيرفور تايم بيرفور تايم لا دي تخش مولاريا هو انا عندي برايمري امينوريا يعني تستيكولار فيمينايزيشن يا موديليا اجينيسيس يا تيرنر سندروم صح؟ هي ثلاثة اهو طيب دي مش تيرنر ليه مش تيرنر؟ مفيش أي حاجة عشان السكندري سيكشوال عشان التنر ستيج المرة السيكندري أيوة وقلنا التنر ستيج أصلا في التيرنر سندروم تعبان عشان ما عندهاش أصلا سكندري ديفلوبمنت سكندري سيكشوال تراكتر عشان مفيش أوفري تمام؟ يبقى أدي واحد أدي واحد طيب رقم 2 عندها رينال ابنورماليتي ما احنا اتفقنا ان رينال وسكليتال ابنورماليتي بيجي اكتر فين في الموديليان اجينيس وانا قلت لكم الكلمتين دول المره اللي فاتت ايه نيكست ستيب ان دايجنوز تعمل ايه نعمل الترا ساوند هنلاقي فيه ايه عايز نفرق بينها وبين التستيكولار فيمينايزيشن نعمل ايه؟ كيريو تايب تستيرون واستروجين ونعمل كيريو تايب انفرتيليتي موضوع مهم جدا 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 اظهر العملي وشفوي وكل حاجه وكلينيكال في شغلك بره في كل حاجه خلاص انفرتيليتي مهمه جدا 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 طيب يعني ايه كلمة infertility؟ أنا عندي زي الأميدورية كده، عندي primary infertility وعندي secondary infertility. يعني ايه primary infertility؟ عاملة زي البرايمري أميدورية كده، واحدة ما جالهاش منسز قبل كده، مش احنا قلنا البرايمري أميدورية واحدة ما حصلهاش وما جالهاش منسز قبل كده، دي كانت ايه؟ primary أميدورية، تمام؟ وقلنا ايه كمان عشان نقدر نقول عليها primary أميدورية، واحدة ما جالهاش منسز قبل كده، تمام؟ عند سن 14 والسكندري سيكشوال كاركتر و16 والسكندري سيكشوال كاركتر. طب هي الانفرتيليتي واحدة عدى عليها سنة بعد الجواز وفي كونتينوس مالتا لايف تمام وما بتستخدمش أي وسيلة من وسائل منع الحمل
يبقى واحدة عدى عليها سنة وفي كونتينوس ماريتال لايف وما بتستخدمش أي وسيلة من وسائل المناعة الحمل. يعني ما ينفعش واحدة اتجوزت النهاردة وجوزها سافر كمان شهرين تمام وجات لي بعد سنة ونص تقول لي يا دكتور أنا ما خلفتش. مش طبيعي. ده ما يعتبرش برايمري انفيرتيلتي. ده ما يعتبرش برايمري. ما ينفعش واحدة خدت سي أو سي بعد تاني يوم من الجواز وبعد سنة ونص تقول لي أنا ما حملتش. ما طبيعي ما أنت واخدة سي أو سي تمام؟ يبقى عشان أقول إن الفيميل دي برايمري انفيرتيلتي لازم يعدي عليها سنة أوف كونتينوس ماريتال لايف وما بتستخدمش اي وسيله من وسائل مناعة الحمل. طيب سكند انفيرتيليتي واحده خلفت قبل كده وعايزه تحمل تاني مش عارفه. طب عدى عليها قد ايه؟ سنه من الحمل اللي فات يعني خلاص ولدت خلاص وعدى عليها سنه بعد الحمل اللي فات مش عارفه تخلف تاني او مش عارفه تحمل تاني تمام. في ناس بتقول سنتين. يبقى لو عدى عليها سنه او سنتين اوف بريفيوس فيرتايل بيريود يعني ايه؟ يعني خلفت قبل كده بس عدى عليها من سنه لسنتين بعد ما خلفت قبل كده مش عارفه تحمل تاني. كل الناس كده ممكن البريجنانسي بعد البريجنانسي بره فتره. لا انا اقصد سنه او سنتين بره فتره طبعا لاكتيشن قصدي لاكتيشن انا اقصد اللاكتيشن عشان ده اصلا احد اشهر سبب للامنوريه. مش مشكله يعني برولاكتين ده لو استخدمناه في الكونتراسبشن بنستخدمه في 5 شهور يعني اصلا كده كده ان البرولاكتين عشان واحده ترضع بانتظام او 6 شهور بيبتدي الويننج بتاع البيبي بعد 6 شهور. عشان كده حتى لما نيجي ناخد في الكونتراسبشن في الفيسيولوجيكال ميثود هقول لك ان اللاكتيشن ده ما اقدرش استخدمه اكتر من 6 شهور كميثود في الكونتراسبشن تمام لان كده كده بيبتدي ويننج اصلا للبيبي بعد 6 شهور. طيب يبقى لو عدى عليها من سنه لسنتين اوف بريفيوس فيرتايل بيريود يعني هي خلفت قبل كده تمام ومش عارفه تحمل تاني بعد سنه لسنتين اوف بريفيوس فيرتايل بيريود. طب ليه سنتين؟ في ناس تقول لك ان اول سنه بعد الخلفه دي ان الهرمونات بتاع الجسم بترجع للنورمال تاني فطبيعي ان يحصل لخبطه تمام فبنعتبر السنه الثانيه دي هي السنه اللي المفروض ان الفيميل تستناها. يبقى برايمري انفيرتيليتي وسكندري انفيرتيليتي مهم جدا اعرف. برايمري انفيرتيليتي دي واحده داخله لك اتنين قبل كده بحب مع واحده الفيميل دي ما حملتش قبل كده. طب عدى عليكي امتى فتره قد ايه مدام عدى عليها سنه دول ابتدي سنه تمام ابتدي اتكلم بقى بعد سنه ابتدي اتكلم. طب لو جات لي واحده خلاص قبل السنه دي لا ما اقدرش اقول عليها برايمري انفيرتيلتي برايمري انفيرتيلتي لازم يكون عدى عليها سنه وفي كونتينوس مارتا طيب وما بتستخدمش اي وسيله من وسائل مناعة الحمل. اما سكندري انفيرتيلتي عدى عليها من سنه لسنتين وفي بريفيوس فيرتايل بيريود ما بتستخدمش اي وسيله من وسائل الحمل وكونتينوس مارتا طيب. دي قلنا سنتين قلت لك اول سنه دي في ناس بتعتبرها ان الجسم بيرجع تاني لوضعه الطبيعي وما اعتبرش اول سنه دي تعتبر فيها مشكله لكن السنه الثانيه لو عدى عليها السنه الثانيه دي كلها تعتبر ان الفيميل دي عندها سكندري. اهم سبب للبرايمري انفيرتيليتي الناس بتقول الاوفري واهم سبب للسكندري انفيرتيليتي في ناس بتقول التيوب. ممكن الاوفر يعمل لك سكندري انفيرتيليتي وممكن التيوب يعمل لك برايمري انفيرتيليتي عادي بس انا بقول لك لو انت جات لك عيان خلاص انت اول حاجه برضو بتبص عليها العيانه دي برايمري انفيرتيليتي ولا سيء الامينوريه بالظبط هي برايمري امينوريه ولا سكندري امينوريه نفس القصه دي برايمري انفيرتيليتي ولا سكندري انفيرتيليتي. لو لقيتها برايمري انفيرتيليتي غالبا العيانه دي هتبقى مشكلتها فين؟ في الاوفر لو برايمري انفيرتيليتي وهتلاقي بالهيستوري بتاعها كده ان عندها منستر ريجولاريتي. وهو اصلا الاوفري هنعرف دلوقتي ان انا بسال عليه بالريجولار منسز. لو في ريجولار منسز غالبا الاوفري دي سليم غالبا تمام. طيب السكندري فيرتيليتي غالبا بالتيوب وتلاقي السيكونس ماشي كده عيانه كانت مثلا خلفت وركبت اي او دي حصل انفكشن بعد الاي او دي زي ما كنا قلنا في الاكتوبيك بالظبط. هو الاكتوبيك نفس اسباب الاكتوبيك هي نفس اسباب الانفيرتيليتي بس الفرق ما بينهم حاجه واحده بس ان في الاكتوبيك بيحصل بارشال اوبستراكشن للتيوب لكن هنا بيحصل كومبليتلي اوبستراكشن للتيوب. هي بالظبط نفس الاسباب تمام. يبقى السكندري فيرتيليتي غالبا مشكلتي في التيوب. في حاجه كلمه اسمها فيكوندابيلتي. يعني ايه فيكوندابيلتي دي؟ يعني الريت او الانستنس ان العيانه تجود بريجننت قد ايه في اول سنه. المفروض ان العيانه من الطبيعي المتوسط
ان هي اول شهر من 15 ل 20% من الفيميل اللي اتجوزت تحمل اول شهر. طب بعد 6 شهور من 50 ل 75%. طيب بعد ما السنه تخلص 85 ل 90% من الفيميل المفروض هي تكون بريجننت خلاص بعد ما تعدى عليها سنه او كنترولس مارت لايف. يعني افهم من كده الانسا ستايل الفرتيليتي قد ايه؟ احنا قلنا نعدي كام؟ سنه. طب هو عدى سنه اللي حامل قد ايه؟ 85 ل 90 يعني الانسا ستايل يبقى في كونتابيلتي يعني ايه؟ يعني الريت او الانسدنس اوف بريجننسي تمام في خلال اول سنه من الجواز وفي كونتينوس مارتا دايت ما تستخدمش اي وسيله من وسائل الحمل. المفروض اول شهر يعدي 15 ل 20% من الفيميل اللي اتجوزت خلاص تحمل. طيب بعد 6 شهور من 50 ل 75 بعد سنه من 85 ل 90 يعني عارف ان كده الاس بتاع الفيرتيليتي من 10 ل 15%. في شويه ديفينيشنز كمان عايز ابقى عارفها. يعني ايه كلمه ستيريليتي؟ خدناها قبل كده في البي سي والحصه اللي فاتت. ستيريليتي يعني ايرريفيرسبل انفيرتيليتي. واحده ما عندهاش اوفر، واحده ما عندهاش يوترس، واحد ميل عنده تستيكولار اتروفي، التست بتاعته بايظه، تمام؟ كل ده اسمه ستيريليتي، خلاص استرايل، ده استحاله يحمل، ده الفيميل دي استحاله تحمل، ليه استحاله تحمل؟ لان ما عندهاش اوفر، ما عندها حاجه ايرريفيرسبل. تمام؟ لكن واحدة عندها مشكلة في التيوب أنا ممكن أصلحها، واحدة عندها مشكلة في الأوفر ممكن أصلحها، تمام؟ لكن الستريليتي ده إيرريفيرسبل انفيرتيليتي. إيرريفيرسبل انفيرتيليتي. في كلمة كمان اسمها ريلاتيف انفيرتيليتي. ريلاتيف انفيرتيليتي يعني إيه؟ تقول لك يا دكتور أنا حملت قبل كده، بس حملت مرة وسقطت. حملت مرة في فيزيكال بوث. حملت مرة بعدها في أكتوبر. هاف نو ليفينج تشيلدرن. ده اسمه ريلاتيف انفيرتيليتي. في ناس بتعتبرها سب تايب من السكندري انفيرتيليتي. في ناس بتعتبرها سب تايب من السكندري انفيرتيليتي، تمام؟ يبقى ريليتيف انفيرتيليتي دي هاز نو ليفينج تشيلدرن، تمام؟ هاز نو ليفينج تشيلدرن، ما حملتش او ما خلفتش ما عندهاش نو ليفينج تشيلدرن، بس حملت مره في ابورشن، حملت مره في اكتوبيك، حملت مره في سيكولار مود، تمام؟ كل دي حاجات تطلع لي القصه بتاعت ريليتيف انفيرتيليتي. يبقى في شويه ديفينيشنز لازم افهمها في الاول، خلي بالك ممكن تيجي لك في الكيس ويجي لك الديفينيشنز في الكيس. يعني ايه برايمري انفيرتيليتي؟ واحده عدى عليها سنه وفي كنترول تمام اللايف، في وسيله مثلا الحمل تمام وما حملتش لغايه دلوقتي. طب سكندري انفيرتيليتي عدى عليها من سنه سنتين وفري بريس فورتايل بيريود تمام؟ خلفت قبل كده وعايزه تحمل بقى لها سنه مش عارفه تحمل، عدى عليها سنتين مش عارفه تحمل وفي كنترول تمام اللايف ما تاخدش اي وسيله مثلا الحمل. ريلاتيف انفيرتيليتي تمام قلنا هاز بيو ليفنت تشيلدرن، استريليتي ايرريفيرسبل انفيرتيليتي، وانفيكونتابيلتي الانستنس ان العيانه جود بريجننت اول شهر قد ايه؟ بعد 6 شهور قد ايه؟ بعد 12 نطلع منها الانستنس بتاع الانفيرتيليتي من 10 ل 15%. هتشوف الكلام ده كتير جدا. واحده جايه لك بقول لك شهرين ثلاثه وجايه تقول لك انا اتاخرت في الخلفه. وهو ده اللي بيعمل مشاكل دلوقتي، ان انت بتبتدي تعمل لها اندكشن، فالاندكشن ايه؟ طلع اوفا كتير، طلع دومينانت فورك كتير، عشان كده نسبه التوائم زادت، تمام؟ نسبه الاكتوبك زادت، الكلام ده كله نتيجه الاندكشن بتاع الاوفوليشن اللي بدري، بتخلي الاوفري اصلا مخزون الميمبر بتاعه كمان يخلص. انت لما تبتدي تدي العيانه اندكشن وهي سليمه ما فيهاش حاجه تمام يبتدي مخزون الميبيا يفضي. انت بدل ما بتطلع فولك الواحده بتطلع اثنين وثلاثه فبتخلي مخزون الميبيا خلاص يقل. فالمفروض ان انت ما تستخدمش اي حاجه او تعمل للفيميل دي اي حاجه غير لازم يكون عدى عليها سنه. اكسبت اكسبت ايه؟ انت واحده لسه جاي لي مثلا متجوزه من شهرين ثلاثه بتقول لي يا دكتور انا جايه اصلا ما اطلعش. سنها كبير عندها 35 سنه انت مستني لغايه ما تخش منيبوز يعني هي جايه لك منيبوز اصلا تمام 35 سنه تمام فاشتغل بسرعه. طب ايه كمان؟ لو واحده اصلا بتتكلم معاها تاخد منها هيستوري كده فبتقول لك والله دكتور انا يا اما كنت في البيت الدوره بتاعتي متلخبطه وكان في شعر زياده بيطلع في جسمي بي سي او تمام عادي بي سي او تمام ما انت عارف ان البي سي او صعب ان هي تكون بريجننت لوحدها. انت عارف ان البي سي او صعب ان هي تكون بريجننت لوحدها فبتدي معاها علاج من بدري. يبقى لو في سبب معروف في سبب معروف انت عارفه او بالهيستوري اكتشفته او بالانفستيجيشن اكتشفته يعني في بنات كتيره جدا زي ما بقول لك كده عندها مشكله في المنستريشن فراحت عملت اختبارات لوحدها كده تمام عشان تعرف ان عندها طلع عندها بي سي او. فهي عارفه اصلا هي عارفه ان هي قبل ما تتجوز ان هي بي سي او. والله كانت بدي الكورس من سنتين وبنت كده جات لي تقول لي يا دكتور انا خلاص هتجوز كمان شهرين وكانت عندي دوره متلخبطه وعملت انفستيجيشن لقيت ال اتش في السماء والاف اس اتش قليل. اقول لجوزي انت عايز تتكلم على نفسك اسكتي ما تقوليش حاجه انت ممكن تكون بريجننت لوحدك اصلا تمام انت يعني اكيد ده مش حاجه عيب يعني انت ستي نص البنات عندها بي سي او
عادي جدا ما فيش مشاكل في القصه دي. وفعلا اتجوزت تمام شهرين ثلاثه حملت من غير اي حاجه حتى تمام عادي. اصل بي سي او ما هو مش انا قلت لك حاجه في المانجمنت قلت لك ايه عايزه جود بريجننت ولا مش عايزه هي سايبه الدنيا جود بريجننت ايه المشكله يعني تمام مش كل حاجه بتاع بي سي او الناس اللي جايلك انفرتايل او عندها مشكله اصلا في الخلفه تمام. فلو عندك سبب واضح ابتدي اشتغل عليه. مفيش سبب واضح والعيانه مش كبيره في السن لا يا ستي لازم تعدي عليكي سنه لازم يعدي عليكي سنه عشان اوريكي برامج. طيب ابتدي تفهم ايه الاسباب بتاعه البرايمري انفيرتيلتي او ايه اسباب الانفيرتيلتي بصفه عامه. اسباب الانفيرتيلتي بصفه عامه ايه الكوزز بتاعه الانفيرتيلتي؟ ايه اسباب الانفيرتيليتي؟ والله عندي اسباب الانفيرتيليتي مشكله في الفيميل وممكن تكون المشكله عندي في الميل ودول اشهر سببين يعني 55% في الفيميل حوالي 35% في الميل. وفي كلام اهبل بقى كوينتال فاكتور اميونولوجيكال فاكتور الاكسيدنت انفيرتيليتي. بس الان اكسيدنت انفيرتيليتي دي كانت زمان نسبتها 5% دلوقتي وصلت الانسنس بتاعها من 10 ل 15. الكلام الجديد ان الان اكسيدنت دي من 10 ل 15 في كتب كاتبه كمان 20. تيجي قاعد تتفرج على التلفزيون كده جاي دكتور جاي عيان وعيانه قاعدين قصاد الدكتور انت كويسه وهو كويس خلاص بس انتوا استحالات حمامه في تمام في مشكله فين؟ ان اكسيدنت 10 15% تمام دي بنشتغل عليها حلوه قوي. يلا لابارسكوب في اي بي اف وانت كده كده اصلا الدكتور قايل لا قبل كده الناس حالة تحمل خلاص عشان عندها مشكله تمام. يبقى الانك سيلند انفيرتيلتي ده هناخده كده في الاخر خالص بعد ما نخلص. هقول لك ان واحده عملت الانفستيجيشنز بتاعتها كلها كفيميل وجوزها عمل الانفستيجيشنز بتاعته عشان يطمن على نفسه هي نورمال وهو نورمال تمام ومش عارفين يحملوا هما الاثنين. ده اسمه انك سيلند وصل الانسس بتاعه ل 20% في كتب كاتبه 20% تلاقي كده عندك في الكتاب 5% ده كلام قديم تمام. ما بقول لك ليه كتب الكلام القديم خلاص 5% لكن هو دلوقتي بيوصل من 10 ل 15 في كتب كاتبه 20. طيب نبتدي اول حاجه الفيميل. نبتدي اول حاجه الفيميل. ايه المشكله اللي ممكن في الفيميل تحصل تخلي عندها انفيرتيلتي؟ هو انت مش عندك ادي اهو الفيميل دي مش عشان تحمل لازم فجاينه كويسه لازم سيرفكس كويس لازم يطرس تمام لازم تيوب كويسه ولازم اوفر. مش اي واحده عشان تحمل لازم يحصل لها اوبريشن فالاوفر تخش جوه التيوب التيوب دي تبقى هيبسي عشان تمشي الاوفر جوه او الزايجوت جوه يحصل له امبلانتيشن في اليوترس فاليوترس تبقى تمام. وعشان اصلا السيرفكس عشان اصلا السبيرم عشان اصلا السبيرم يقدر يحصل له اسندنج فوق لازم الفاجينا ما يبقاش فيها اسيدتي عاليه عشان ما تقتلش السبيرم والسيرفكس كويس عشان ما يقتلش السبيرم ويحصل اسندنج السبيرم لفوق. يبقى افهم من كده ان الكوزس بتاعه الفيميل انفيرتيليتي هي الجينيتال تراكت بتاعها. فاجينا سليمه، سيرفكس سليم، يوترس سليم، تيوب سليمه، اوفر سليم. لو واحده عندها اي مشكله في دول هيبقى عندها مشكله في هيبقى عندها انفيرتيليتي. عشان كده احنا لما بنيجي نعمل انفستيجيشن او نيجي نبص بنبص على كل واحد من دول. ومينلي اوفري وتيوب ويجي بعدين يوترس. حتى السيرفكس والفاجينا يعني نص نص تمام؟ لكن اهم حاجه الاوفري والتيوب. الاوفري والتيوب تمام ويجي بعدهم اليوترس. عشان كده اول حاجه هنبتدي بيها هي الاوفري اللي هو قلنا اهم سبب ليه برايمري انفيرتيليتي. اهم سبب غالبا للبرايمري انفيرتيليتي. يبقى علشان واحده اقدر اقول عليها فيها مشكله لازم اعمل انفستيجيشنز الحاجات دي كلها تمام والاقي فيه ابنورماليتي. الاوفري الانسس بتاعه تقريبا 30% التيوب حوالي 20% في اليوترس اي كلام 5% السيرفكس 5% وفاجينا اي حاجه مالهاش انسلنس يعني تمام. يبقى الاوفري 30 التيوب 20 5 5 والفاجينا هنعرف كده التيست اللي بيتعمل لها ايه. يبقى عندي الطريق بتاعي لازم يبقى سليم مع الاوفري مع التيوب عشان اقدر اقول للفيميل دي لو في مشكله في القصص دي اقول على الفيميل دي انفرتايل. يبقى احنا هنمسك في الفيميل ايه؟ رقم واحد الاوفري بنتكلم عنه هنتكلم على التيوب اخبارها ايه؟ نتكلم على اليوترس اخباره ايه؟ على السيرفكس اخباره ايه؟ عشان نشوف ايه التستات اللي انا بعملها عشان اعرف ان الحاجات دي كويسه تمام؟ وايه الكوزز اللي ببوظ الحاجه دي؟ طيب يبقى اول حاجه همسكها الاوفري.
قلنا اول معلومه عن الكوفري، اول معلومه ان الانسنس بتاع الكوفري كجوز اوف مين انفيرتيليتي 30%، وده اشهر سبب ليه البرايمري انفيرتيليتي. يبقى رقم واحد انا عايز اعرفه عن الكوفري اهو، عرفت ان الانسنس بتاعه تقريبا حوالي 30% في الكلام الجديد، وده من اهم الاسباب للبرايمري انفيرتيليتي. طيب في كل اورجان من دول انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف كوزس ايه اللي بيبوظه؟ رقم واحد كوزس. رقم اثنين ايه الانفستيجيشن اللي بعرف فيها ان الاورجان ده سليم ولا لا؟ وازاي اعالجه؟ يبقى انا بعرف في الاوفري ثلاث حاجات. ايه اسباب اللي بتبوظ الاوفري؟ او بتعمل الفيميل دي انوفيليشن؟ وايه التستات اللي بعملها عشان اطمن على الاوفيليشن بتاع الفيميل؟ وازاي اعمل مانجمنت؟ ممكن يجي لك في الامتحان لوحده كده يقول لك الاوفري كوز اوف انفيرتيليتي. محتاج منك يسمع الثلاث كلمات دول. محتاج يسمع ثلاث كلمات دول، اوفيريان كوز اوف انفيرتيليتي. نفس القصه في التيوب، نفس القصه في السيرفكس. يبقى انا هبتدي رقم واحد، ايه الاسباب اللي ممكن تبقى في الاوفري تعمل لي انفيرتيليتي؟ وايه التستات اللي انا بعملها للفيميل عشان اطمن الاوفري بتاعها سليم؟ ولو لقيت الاوفري فيه مشكله ازاي اعمل مانجمنت؟ طيب ايه الاسباب؟ قال لك والله مش احنا اتفقنا، احنا رسمنا الرسمه دي المره اللي فاتت، ادي الهايبوثالامس وادي البيتيوتري وادي البيتيوتري جلاند اهي وادي الاوفري وادي اليوترس. اتفقنا عشان الاوفري ده يبقى شغال لازم الهايبوثالامس يبقى شغال، البيتيوتري يبقى شغال، الاوفري يبقى شغال. طب عشان ابوظ الاوفري ممكن اعمل رقم واحد هايبوثالاميك بيتيوتري فيلير. الهايبوثالامس والبيتيوتري بايظين خالص. طيب رقم اثنين هم مش بايظين خالص، هو فيهم ديسفانكشن، هايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن. او رقم ثلاثه الاوفري مضروب. يبقى ببساطه شديده جدا عايز اطلع الكوزز بتاعت الاوفري، ما هو عشان الاوفري يشتغل محتاج ايه اللي ينظم شغله؟ الهايبوثالاموس والبيتيوتري. لو ضربت الهايبوثالاموس او ضربت البيتيوتري او ضربت الاوفري هيطلع لي اوفريان فيلير. طيب هايبوثالاميك بيتيوتري فيلير زي ايه؟ زي اسباب الامينوريا. اسباب الامينوريا هايبوثالاموس مضروب، ضربت الهايبوثالاموس ما بقاش يطلع جينر اتش، هو جينر اتش لما مش هيطلع البيتيوتري مش هيشتغل، فالبيتيوتري مش هيشتغل، الاوفري مش هيشتغل، هيحصل اوفري. بس الاوريجن بتاعي فين؟ من فوق الهايبوثالاموس والبيتيوتري، نفس اسباب الامينوريا. تيجي تبص على الاف اس اتش والال اتش تلاقيهم عاملين ازاي؟ قليلين، والاستروجين قليل، كله قليل، كل حاجه بايظه خالص. يبقى الاف اس اتش في الحاله دي تلاقيه قليل خالص، ليه؟ ما الهايبوثالاموس والبيتيوتري مضروبين ما بيدوروش عادي. طيب هايبوثالاموس بيتيوتري ديس فانكشن. ديس فانكشن زي ايه؟ زي البي سي او بولي سيستيك اوفري. تمام، البولي سيستيك اوفري احنا غالبا هنلاقي الاف اس اتش موجود والال اتش موجود والاستروجين موجود، بس في لخبطه، بس الهرمونات دي موجوده. يعني انت هتلاقي في نورمال اف اس اتش موجود، نورمال اف اس اتش، نورمال استروجين موجودين، بس في لخبطه. اه ال اتش اعلى من الاف اس اتش، تمام، الاستروجين زاد شويه، الاندروجين زاد شويه زي ما خدنا المره اللي فاتت، بس كل القصه بالنسبه لي ان في هرمونات بتطلع. يبقى عشان افرق ان هايبوثالاميك بيتيوتال فيلير والديس فانكشن، الفيلير ما فيش اف اس اتش خالص، لكن هنا هلاقي في اف اس اتش، يبقى انا بلاقي في نورمال اف اس اتش واستروجين موجود. انا قصدي ان هو موجود، هنا مش هتلاقي فيه اف اس اتش خالص. ما هو هايبوثالاموس ما بيطلعش اصلا جي ان ار اتش، هيروح بيتيوتري ما بيطلعش اف اس اتش، لكن هنا هلاقي فيه اف اس اتش، الاف اس اتش موجود. طيب الاوفريان فيلير هلاقي اف اس اتش اخباره ايه؟ عالي جدا زي ايه ما خدنا المره اللي فاتت؟ الترنر، مش احنا خدنا الترنر اف اس اتش بيبقى في السماء؟ يبقى انا ممكن اصلا بالاف اس اتش اعرف الكوزس بتاعتي. هايبوثالاميك بيتيوتري فيلير هلاقي اف اس اتش في الارض. هايبوثالاميك بيتيوتري فانكشن هلاقي اف اس اتش موجود، بس ممكن يبقى فيه لخبطه، بس موجود. تمام؟ في الرينج بتاع اوفيريان فاكتور هلاقي اف اس اتش في السماء زي الترنر، زي الترنر سنترول. ناخد موضوع كمان اسمه ريزيستنت اوفر سندروم. تمام؟ هناخده كده كلمتين عنده لما اخلص الفيديو. ليه الاف اس اتش عشان الاوفر بتاعها مش شغال. الاوفر الاف اس اتش بتاعها مش الاوفر بتاعها اتروفايد. ما بيطلعش استروجين. فانت عندي اهو ادي الاوفر اهو بيطلع استروجين، مفيش استروجين، فالاكسس بيشتغل عشان يطلع استروجين، فتلاقي الاف اس اتش عادي.
وخدنا المره اللي فاتت اف اس اتش بيعرف كم في كم موضوع ايه هما ريبوز ترنر بريماتيور فيلير ثلاث حاجات بلاقي الاف اس اتش فيهم حاجه تمام في المينيبوز والبريماتيور فيلير والترنر سوري في اسباب ثانيه كمان تبع الاوفري ممكن او ممكن تاثر على الاوفري الهايبر برولاكتينيميا زياده هرمون البرولاكتين والهايبر اندروجينيزم اثنين بحضر اتش وعندي الليوتيال فيز ديفكت والاوتونايزد ان رابشر فوليكولار سيندروم ودي شويه مواضيع كده او حاجات بسيطه كده هنتكلم عنها خلاص كلمتين كده بعد ما نخلص خالص الليوتيال فيز ديفكت او الاوتونايزد ان رابشر فوليكولار سيندروم اسمه الليوتونايزد ان لوفز سيندروم لوفز سيندروم الليوتونايزد ان رابشر فوليكولار سيندروم هتكلم لكم عن المواضيع دي خلاص باختصار كده في ايه بعد ما نخلص خالص الانفيتيشن يبقى اول حاجه خدناها الكوزز بتاعه الاوفري ايه اللي بوظ الاوفري ارسم الاكسس ده وبوظ الهايبوثالاموس والبيتيوتري خالص او اعمل فونكس فانكشن او بوظ الاوفري اصلا وفي حاجات اثر 2 اتش و2 ال هايبر بروتينيميا وهايبر اندوجينس بتعمل فيز افكت والليوتراز ده ضروري في الكروس سندروم نص سندروم حاجات بتسيب في الشفا الحاجات الصغيره دي بتسيب في الشفا هناخدها ثاني يبقى هايبوثالاموس بيتيوتري فيلير امينوريا مفيش اف اس اتش خالص هايبوثالاموس بيتيوتري ديس فانكشن هلاقي اف اس اتش بس في لخبطه اوفريان فاكتور زي التورنر اف اس اتش في السم هايبر بكتيريميا هايبر اندوجينيزم بتير فيست افكت بروتينايز ان رابشر في ليبلر سندروم يبقى انا خلصت اول جزئيه اللي هي الكوزز بتاعه الاوفريان فاكتور يبقى تاني نتكلم عن الفيرتيليتي بصفه عامه الفيرتيليتي بصفه عامه في برايمري انفيرتيليتي وفي سكندري انفيرتيليتي يعني ايه برايمري انفيرتيليتي واحده عدى عليها سنه اوف كونتينوس ماريتال لايف استخدمش اي وسيله من وسائل منع الحمل ومش عارفه تحمل طب سكندري واحده خلفت قبل كده وبقالها سنه سنتين بتدور على خلفه مش عارفه تمام ده اسمه سكندري انفيرتيليتي بعد كونتينوس مات لايف ما بتستخدمش اي وسيله من وسائل منع الحمل ولا في كلمه ريليتيف انفيرتيليتي هاز نو ليفنج تشيلدرن استريليتي الريفرسبل انفيرتيليتي فيكونتابيلتي الانستنس بتاع البريجننسي ريت او الانستنس بتاع البريجننسي في اول سنه اول شهر من 15 ل 20 ست شهور 50 75 عند في الشهر السنه تخلص 85 90 يبقى الانسنس بتاع الانفيرتيليتي من 10 ل 15% من 10 ل 15% اتفقنا ان الاسباب بتاعت الانفيرتيليتي في ميل وميل وكويتال ايمونولوجيكال ان اكسبلين بدانا في الفيميل قلنا تقريبا 55% اهم سبب الاوفري 30% تمام عايز اعرف ايه الاوفري اسبابه وازاي اعمل له تستين عشان اعرف هو شغال ولا لا وازاي اعمل مانجمنت هاي بوسايم بتوتري فيليا هاي بوسايم بتوتري ديسفانكشن الاوفر نفسه فيه مشكله وفي اثرز زي الهايبر كاربيريميا الهايبر اندوجينيز بتاع فيز افكت والكرونيك انربشن ادي خلصت البروسيس ازاي واحده جايه لي انا شاكك ان عندها الاوفر بتاعها فيه مشكله اعمل له تستات ايه التستات اللي انا ممكن اعملها يبقى انا بتكلم دلوقتي على التستات بتاعه الاوفر طيب اول ما فهمت كل العياده عايز اعرف النمر بتاعها شغال ولا لا من غير ما اعمل اي حاجه خالص كده اسالها شويه اسئله انت المنسز بتاعتك ريجولر بيحصل لك اسبازمودي ديسمينوريا في بري منسترول تنشن يبقى ثلاثة ريجولر ايه الثلاثة ريجولر؟ ميسيس بتاعتك ريجولر هو من الواقع يعني او الواقعي ان لما تبقى واحدة ميسيس بتاعتها ريجولر غالبا الاوبريشن بتاعها سليم غالبا تمام انا ما عملتش انفستيجيشنز خالص ده بالكلام كده تمام لا والله يا دكتور ده الدورة اصلا ما بتلخبط ده مرة تيجي ما خلاص شهر تيجي تقعد ثلاث شهور ما تجيش وبعد كده تيجي كتير جدا دي غالبا الاوفر بتاعها فيه مش غالبا ده لسه بالكلام كده يبقى لو في ريجولار مينسز في ريجولار مينسز ده غالبا الاوفريشن بتاعها سليم والعكس صحيح طيب اسبازمودي ديسمينوريا ديسمينوريا ده موضوع هناخده كده الحصه الجايه خلاص ايه ديسمينوريا البين اللي ريليتد للمنستريشن اللي بيحصل للفيميل وقت المنستريشن طب ما هو اصلا اسبازمودي ديسمينوريا البين اللي بيحصل ده ما بيحصلش غير مع الاوفلات ريسايكل بس هناخد ان شاء الله من الانجليش اقول لك ان ده البين ده ما بيحصلش غير مع الاوفيليشن سايكل بس يعني لو ما فيش بين يبقى غالبا الاوفيليشن اصلا مش موجود يبقى لو في سبازمود ديسمينوريا يبقى ده غالبا في اوفيليشن سايكل بري مينستر اتنشن
برضو ده موضوع صغير كده مع الديسمينوريا، هنعرف ان في شويه حاجات سيمتومز الفيميل بتحصل لها قبل المنستريشن، بيحصل لها مستالجيا، نوزيا، فوميتنج، عامل زي هو جزء من الاسمتوم ديسمينوريا، شويه تشينجز او شويه كومبليكيشن بتحصل للفيميل قبل المنستريشن، مستالجيا، بين في البريست، تمام، نوزيا وفوميتنج، خلاص بون بين، وجع في العض، تمام، كل دي شويه حاجات اسمها بري منستريال تنشن. ما هو دي ريليتد برضه للايه؟ للاوفيليشن. لو الثلاث حاجات دول موجودين بالكلام كده غالبا غالبا ان شاء الله الاوفر بتاعها كويس. طيب يبقى اول حاجه بسالها لها في ريجولار ميسس، في ريجولار سبيسيفيك ديسموريا، في ريجولار بري منستريال تنشن، قالت لي يبقى غالبا الاوفر سالب. طيب ثلاثه اوفيليشن، ثلاث حاجات ليهم علاقه بالاوفيليشن، لو سالتهم عليها لقيتهم موجودين يبقى غالبا بيحصل اوفيليشن. طيب زي ايه؟ رقم واحد ميد سايكليك بين او ميدل شميرتس بين. ايه قصته ده؟ ده بين يبقى على شكل ضغط ايكنج بين توب في الرايت او الليفت اليا قصه اكوردنج للاوفر اللي هيشتغل المره دي رايت اند ليفت، بيقعد من مينتس ل اورز ما يعديش 24 ساعه مع اسوسيشن نوزيا اند فوميتنج. يبقى تقل في ميل بتحس بيه في الرايت او الليفت اليا قصه يمين او شمال، تمام، بيقعد من مينتس ل اورز ما يعديش 24 ساعه واسوسيشن بنوزيا فوميتنج. ولو جه في الرايت سايد ممكن تتلخبط ان هو ابيل سايتس، تمام، اسمه ميدل شميرتس بين، تمام، او ميد سايكليك بين. العيانه بتلاقي داخله الاستقبال الساعه 12 بالليل ماسكه جنبها اليمين، تمام، داخله ماسكه جنبها اليمين، تمام، يا دكتور عندي زايده مش قادر مش قادره، في نوزيا وفوميتنج مش عارف ايه، دكتور الجراحه يمين انت عندك زايده، اخبط رجلها يمين قدام وبنبر ديساين مش عارف ايه، انت ايه انت عندك زايده، يخش يفتح ما لقاش اي حاجه خالص خالص. امال ده ايه يا عم؟ ده كان ميد سايكليك بين. اسالها عن المينستريوال هيستوري بتاعها. لازم اي واحده جايه لك بدين خلاص في الرايت سايد اسالها عن المينستر هيستوري بتاعها، تمام. لو المينستر هيستوري بتاعها ان ده وقت الاوفيليشن، وارد جدا ان تلاقي العيله دي عندها بين وقت الاوفيليشن، تمام، وده البين بتاع الاوفيليشن. قال لك ايه اسباب البين ده؟ قعدوا يالفوا، واحد قال لك بري اوفيليشن، قبل الاوفيليشن بيوم كده ولا حاجه تلاقي الفوليك دي اخبارها ايه؟ كبرت قوي، دومينانت فوليك والاوفر كبر قوي، فزياده الانترا فلوكولار بريشر دي هي اللي بتعمل لك البين. في واحد بيحشش كده، تمام، قال لك ان دي السيري بتاعت البين اللي بيحصل وقت الميد سايكليك بين، تمام. ايه سببها؟ قال لك زياده خلاص الانترا فلوكولار بريشر، زياده البريشر جوه الفوليك عشان عايزه ترابشر بقى خلاص، هي اللي بتعمل لك البين ده. يبقى ده رقم واحد بريف بلاك، زياده الانترا فلوكولار بريشر. واحد ثاني قال لك لا، ده وقت الاوفيليشن بالظبط، شويه الفلويد اللي بينزلوا من الفوليك، مش احنا اتفقنا اصلا ان الفوليك دي لما بتربشر بتروح ثلاث اماكن او بتتقسم الفوليك دي ثلاث حتت، حته بتخش جوه التيوب ودي اللي هتعمل لي الزايجوت لو حصل ايه؟ فيرتلايزيشن، وشويه الباقيين بيفضلوا في مكانهم يعملوا لي الكوربس لوتير، وشويه فلويد بينزل يقع فين؟ في الدوجلاس باوتش. ما هو لما الفوليك بتربشر هو ده اللي بيحصل، لما الفوليك بتربشر جزء منها بيخش جوه التيوب اللي هيكون لي الزايجوت لو حصل فيرتلايزيشن، وجزء بيكون لي الجسم الاصفر بيحصل عليه ديفيوجن للكوليسترول، تمام، وشويه الفلويد بيقعوا فين؟ في الدوجلاس باوتش. عشان كده لما نيجي نعمل سونار لعيانه، تمام، بعد الاوبريشن بلاقي في شويه فلويد في الدوجلاس باوتش، وبلاقي حجم الفوليك كانت 24 مللي خلاص صغرت بقت 15 بقت 13. طيب طب وقت الاوبريشن قال لك شويه الفلويد دول بيعملوا بريتونيزم زي الريتيشن للبريتون، الريتيشن بتاع البريتون ده هو اللي بيعمل البيت. واحد قال لك هو ده الاكسيدانيشن بتاعي. في واحد تاني قال لك ده لا، ده بعد الاوفيليشن على طول شويه الفلويد دول، شويه الفلويد دول فيهم شويه بروستاجلاندين، فالبروستاجلاندين بيروح للتيوب بيعمل تيوبال كونتراكشن نتيجه البروستاجلاندين اللي بيطلع نتيجه ببشره الفوليك. ادي السيوريز بتاعت الميد سايكليك بين عشان لو سالت فيه في الشغل. يبقى الميد سايكليك بين او ميد شميرتس بين ده بين بيحصل وقت الاوفيليشن ريليتد للاوفيليشن، بيحصل للوحده ريليتد للاوفيليشن. طب بيجي شكله عامل ازاي؟ توب في اليمين او الشمال حسب الاوفري، لو جه في اليمين بيلخبطك ان هو ابنسايتس، يقعد من مينتس الاور اسوسيشن بنوزيا وفوميتنج. طيب ايه اسبابه؟
واحد قال لك اللي هو قبل الاوبريشن على طول ذات الانترافيكولار بريشر هو ده اللي بيعمل ايه تقل هنا كده بيزود الانترافيكولار بريشر فتحس خلاص ان الفيميل فلوك بتاعتها عايزه ترابشر تمام فهو ده اللي بيعمل لك البي. واحد تاني قال لك لا عشان شويه الفلويد اللي بيخرجوا بعد الاوبريشن بيعملوا بريتونيزم الاريتيشن بتاع البريتون ده بيعمل لك البي. واحد تالت قال لك بعد ما الفلوك بيترابشر شويه الفلويد دول فيهم بروستاجلاندين بيروح للتيوب بتعمل تيوبال كونتراكشن تيوبال كونتراكشن دي هي سبب البي. كان كل واحد الف له حاجه تمام المهم ان في بين بيحصل بيت سايكل فوق خلاص عشان لو سالت كيف شافه ده تفصيلته يعني مش الاوفر بيطلع راي الاوفر يعني اليمين بيشتغل شهر والشمال بيشتغل شهر. طب مثلا لو حد لا حاجه نادره جدا ممكن عملوا دراسه كده مره لو واحده عملت سنجكتو لو واحده عندها اكتوبيك مثلا تمام لقوا ان في بعض الفيميلز ان الاوفر الثاني تمام بيشتغل هو كل شهر بس هو الطبيعي الطبيعي ان واحد بيشتغل يمين وواحد بيشتغل شمال تمام ده حتى في حالات الاكتوبيك لقوا بعض الناس ان في شهر ما بيحصلش عليها نسس خالص والشهر الثاني هو اللي بيحصل عشان الاوفر الثاني بيشتغل او ما بيحصلش اوفريشن قصدي. يبقى ده بري اوفيلاتري اوفيلاتري وبوست اوفيلاتري ده من السايكليك بين. يعني افهم من كده لو انت كلمت واحده وقلت لها بيحصل لك بين في وسط الشهر تمام قالت لك اه ده حاجه كويسه جدا جدا الانفريشن بتاعها كويس. طب ايه كمان بعد الميد سايكليك بين ممكن يحصل ميد سايكليك ديستشارج وميد سايكليك سبوتنج. انت في وسط الشهر في وسط الشهر بتحس ان في زياده في السيرفايكال سكريشن شويه تقول لي اه يا دكتور انا بحس ان في شويه افرازات بسيطه كده بتنزل عليا وسط الشهر. طب سببها ايه؟ سببها زياده هرمون الاستروجين. ما الاستروجين بيوصل البيك بتاعه وقت الاوفيليشن. طب والاستروجين ده بيعمل ايه في السيرفايكال سكريشن؟ انا هاخدها دلوقتي حالا دلوقتي في الانفرتيلتي. ثلاث كلمات بيعمل اكسسيف خلاص سيرفايكال سكريشن بوست الفيرن تيست بوست السبيمبركن تيست. ثلاث كلمات اول ما تسمع الاستروجين ايه تاثير الاستروجين على السيرفكس ثلاث كلمات بيخلي السيرفايكال سكريشن اكسسيف ووتري بوست الفيرن تيست بوست السبيمبركن تيست وهنشرحهم دلوقتي. بس دول الثلاث كلمات عكسهم في البروجسترون بيخلي السيرفايكال سكريشن سكانتي نيجاتيف فير ونيجاتيف سبيمبركن تيست. طيب يعني افهم من كده ان زياده هرمون الاستروجين وقت الانفليشن هيعمل ايه؟ هيزود السيرفايكال ديستشارج. يبقى زياده السيرفايكال ديستشارج اللي بيحصل وقت الانفليشن ده نتيجه زياده هرمون الاستروجين. يبقى لو واحده بينزل عليها سيرفايكال سكريشن خلاص شويه ميوكس وقت ووسط الدوره ده انديكيت ان دي حاجه كويسه جدا والانفليشن بتاعها كويس. طيب ميد سايكليك سبوتنج بعد ما الانفليشن بيخلص على طول الاستروجين بيحصل له ايه؟ بيحصل له دروب فبيحصل شويه شيدنج بسيط كده خلاص لبطانه الرحم فتنزل على هيئه سبوتنج. يبقى لو نزل ميد سايكليك سبوتنج ده نتيجه الدروب بتاع هرمون الاستروجين بعد الانفليشن كل دي حاجات او علامات تعرف لي ان الفيميل دي الاوفيليشن بتاعها سليم. يبقى انا لسه ما عملتش ولا تيست ده انا يا دوبك بعمل ايه؟ بدردش معاها كده تمام وهي داخلاني عندي ريجولار مينسز في ثلاثه ريجولار وثلاثه ليهم علاقه بالاوفيليشن ثلاثه ريجولار مينسز اسمها سود الديسمينوريا بري مينستيريال سيتش. لو لقيت الثلاثه دول موجودين في الاغلب هتلاقي الاوفيليشن بتاعها كويس. طب ثلاث حاجات ليهم علاقه بالاوفيليشن ميد سايكليك بين يعني انا بتقول لك يا دكتور انا كل شهر في نفس الميعاد خلاص يا الجنب اليمين يا الجنب الشمال بيتعبني تقول لها الاوبريشن بتاعك كويس يعني حاجه تبسطك ما تضايقكيش تمام. بس في فعلا في مين يعني الموضوع بتاعها اوفر شويه في بين جامد جدا بنضطر ان احنا ممكن نمشيها على سي او سي ثلاث لست شهور عشان يهدلها البين ده شويه عشان ما يحصلش اوبريشن تمام لان البين ده ريليتد ليه والاوبريشن لما هدت لها الاوبريشن الموضوع بيهدى شويه تمام. يبقى الميد سايكليك بين او ميد شمرتس بين عرفت القصه بتاعته وعرفت اسبابه ايه ممكن يحصل ميد سايكل ديسشارج وميد سايكل سبوتنج. انا ما عملتش ولا تيست انا يا دوبك بتكلم معاك في مين ثلاثه ريجولار وثلاثه اوفيلاتوري ريجولار ميد سبوتنج ديسمنوريا بري ميستر تنشن ثلاثه اوفيلاتوري تمام بين ديسشارج سبوتنج. طيب انا عايز اعرف الفيميل دي بقى الاوفر بتاعها شغال ولا مش شغال. اول تيست هعمله اسمه بيزل بودي تمبرتشر. ايه يا عم البيزل بودي تمبرتشر ده؟ لقيت في الفسيولوجي ان هرمون البروجسترون اللي بيطلع في السكند هاف اوف ذا سايكل
بيطلع منين؟ من الكوربس نيرفي. الكوربس صح؟ بيرفع درجة حرارة الفمين من 3 لنص درجة. يبقى ده فيسيولوجي، ده فيسيولوجي. إن هرمون البروجسترون بيعلى في السكر ده في سايكل، فلما بيعلى اللي بيطلع من الكوربس بتاعه بقى البروجسترون ده، فبيزود درجة حرارة الفمين من 3 لنص. تمام؟ يعني أنت في الطبيعي لو جيت قست درجة حرارة الفمين في الفيرست هاف سايكل هتلاقي 37. تمام؟ في السكند هاف سايكل بعد ما الكوربس بتاعه يتكون هتلاقيها زادت 37.5 ولا حاجة. ده طبيعي فيسيولوجي. تمام؟ فتقال خلاص. طب ما أنا ممكن أستخدم القصة دي أعرف إن الفمين حصل له أوفيليشن ولا لا؟ إزاي؟ أنا كهو أدي في الفيرست هاف سايكل 37 37 37 37 ماشي؟ جت رفع درجة الحرارة من 3 لنص وفضلت مكملة قد إيه؟ ما احنا اتفقنا إن الكوربة السويتية دي الحاجة الوحيدة الثابتة في السايكل تقعد 14 يوم، يبقى فضلت درجة الحرارة مرفوعة 14 يوم. ده اسمه بايفيزيك بيزن بودي تمبريتشر. ده نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال. ده يبقى لو لقيت واحدة درجة حرارة 37 طول الشهر طول في فيرست هاف سايكل وبعد الانفليشن رفعت من 3 لايه؟ لنص وفضلت عالية 14 يوم. خلي بالك ما هي ممكن تفضل عالية 10 ايام بس. يبقى الفيميلتي عندها ايه؟ هو بيطلع منين؟ يبقى أنا عندي قصور في الكوربس لوتيم اللي ما بيطلعش البروجسترون، فيبقى عندي مرض اسمه كوربس لوتيم انسفشنسي او لوتيال فيز ديفكت اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي. هنجمع الديسيشن بتاعته كلها دلوقتي. يبقى لو زادت درجة الحرارة، زادت درجة الحرارة هي زادت عادي خالص ماشية اهو مع الطبيعي، زادت اهو من 3 لنص لنص بس زادت 10 ايام بس. يبقى الفيميل اللي عندها كوربس لوتيم انسفشنسي او لوتيال فيز ديفكت. فاهمين معايا كده؟ تمام؟ طيب لو واحدة ما زادش درجة الحرارة، طب معناه إنه ما حصلش أوفيليشن، ما اتكونش، ما طلعش بروجستيرون، يبقى أنا عندي ده مونو فيزيك. مونو فيزيك ده معناها إن الفيميل دي عندها أن أوفيليشن. آخر حاجة خالص، احنا قلنا هنا في افضل ان هو زاد 10 ايام بس المفروض يزيد كام؟ 14. هنا زاد اكتر من 14 بس. يبقى في ايه؟ هو بيحصل ايه بقى؟ هو ديليت ليه بقى؟ حصل بريجنسي بقى ان شاء الله. تمام؟ حصل بريجنسي او حاجه اسمها هيربل سندروم. هيربال سندروم ده بريزيستنس اوف الكوربس لوتيم. بريزيستنس اوف الكوربس لوتيم. بريزيستنس اوف الكوربس لوتيم. يبقى لو زادت فضلت زايده درجه الحراره 14 يوم فيما فوق تمام؟ بريجنسي او هيربال سندروم بريزيستنس اوف الكوربس. هيربال سندروم يعني ايه؟ بريزيستنس اوف الكوربس لوتيم. ما حصلوش اتروفي تمام؟ وفضل مكمل معايا نتيجه بروستاجلاندين امبالانس فحصل ان فضلت درجه الحراره زايده. ادي الاربعه اربع حاجات اللي ممكن نشوفهم في البيزا بوت تمبريتشر. ده تيست معوض. تمام؟ واحد عندها برد، انا عندي كرونيك برد. عندي برد طول الشهر. هتعمل الموضوع ده ازاي؟ ايه الكلام ده؟ تمام؟ يبقى الجزء البوتو تمبريتشر ده انا مش حاسب مش هحكم على واحده بتاعت الاوفيليشن بتاعها انها درجه الحراره بتسخن شويه مش عارف ايه في السنه ده. تمام؟ بس الكلام موجود في الكتاب لازم تبقى عارف. يبقى البيزل بوتو تمبريتشر في منه باي فيزيك وفي منه مونو فيزيك. باي فيزيك ده نورمال، مونو فيزيك ان اوفيوليشن. وده خلاص اكبر مالتي من التست. نبتدي في الكلام المحترم. ده بقى من هاي توصلنا سبحان الله عبيد ده. نبتدي في الكلام المحترم، ايه الكلام المحترم؟ انا عندي دلوقتي بعد الهاي توصلنا عندي بيتيوتري وعندي اوفري وعندي يوتراس وعندي سيلفكس وعندي مجري. تمام؟ لما بيحصل اوفيليشن كل الاورجانز دي بتتاثر وبيحصل فيها تشينجز. فلو لقيت ان التشينجز دي حصلت هيحتصل نتيجه ايه؟ نتيجه هرمون البروجسترون اللي بيطلع من الكوربس لوتيم. تمام؟ يبقى انا لو لقيت ان التشينجز دي حصلت معناها ان حصل اوفيليشن. يبقى انا بعمل ايه؟ امسك واحد واحد بتيوتري اوفري
يوترس سيرفكس فاجينا اعرف ايه التشينجز اللي بتحصل فيهم تمام ولو حصلت التشينجز دي معناه ان حصل اوفيوليشن. البيتيوتري هو ايه الهرمون اللي بيعلى وبيطلع من البيتيوتري جلاند في السكند هاف اوف السايكل بعد ما الاوفيوليشن بيحصل؟ ال اتش صح. مش البيتيوتري بيطلع اف اس اتش في الفيرست هاف عشان يكبر الفوليكل وبيطلع ال اتش في السكند هاف عشان تعمل كوربس لوتين؟ يبقى افهم من كده ان البيتيوتري بيطلع هرمون اسمه ال اتش. ده ظروفه ايه يعني؟ قال لك بص يا سيدي وقت الاوفيليشن وده الاستثناء الوحيد اللي بيحصل في الطب ان لما الاستروجين بيعلى يوصل 200 بيكو جرام بير ميلي لمده 50 ساعه ده في السيرجي ده في السيرجي بيحصل بوزيتيف فيدباك على ال اتش مش نيجاتيف. مش المفروض لما الاستروجين يعلى اف اس اتش ال اتش يقل؟ لا دي المرة الوحيدة اللي بيحصل بوزيتيف ان ال اتش يزيد مش يقل. يبقى لما الاستروجين هيزيد هيوصل 200 بيكو جرام بير ميلي لمدة أكتر من 50 ساعة ال اتش ده هيزيد ويعمل لك حاجة اسمها ال اتش سيرج. يحصل دبلنج لل ال اتش، ال اتش ماشي نورمال يحصل له دبلنج. أول ما تلاقي السيرج ده انديكيت إن الأوفيليشن هيحصل وزن 36 ساعة. تاني ما انا خلاص انا عارف ان ال اتش هو اللي بيعلى فين؟ في السكند هاف سايكل. فبعد ما الاستروجين بيوصل يوصل البيك بتاعه وقت الاوبريشن. اول ما يوصل البيك بتاعه وقت الاوبريشن اللي هو ده البيك بتاعه ال اتش بيعلى. فلما ال اتش يعلى ايه اللي يحصل؟ يبتدي يحصل ال اتش سيرج. ال اتش سيرج ده فايدته ايه؟ ان كده خلاص معناها ان الاوبريشن خلى ال اتش ده اصلا هو اللي بيعمل رفشر للفوليكل. ال اتش هو اللي بيعمل رفشر للفوليكل. فلما بلاقي ال اتش سيرج ده حصل كده معناها ان الفوليكل خلاص هترشح بالتبويض في خلال 36 ساعه. وبنستفاد من القصه دي جدا في اطفال الانابيب. انتوا عارفين لما اكون محضر عيانه مثلا في الاي بي اف فيروس الاكسي بجيبها بديها حقنه ال اتش دي هناخدها دلوقتي حقنه ال اتش واقول لها تعالي لي كمان 36 ساعه بالظبط. تمام؟ انا مثلا سي بكون مديها مثلا الساعه 12 بالليل او الساعه 10 بالليل واقول لها تعالي 7 الصبح فوتي بكره و7 الصبح ثاني يوم كده عدى 36 ساعه بالظبط. تمام؟ تيجي عشان اسحب لك البويضه. ليه؟ هتكون خلاص البويضة فرقعت. اسحب لك بقى الايه؟ الاوسايتس دي عشان اعمل لك اي بي اف. يبقى ال ال اتش سيرج ده انا بستفاد بيه تمام؟ في اطفال انابيب هقول لكم هنعمل ايه بالظبط فيه. بس ال ال اتش سيرج وانس ان هو حصل خلاص الاوبريشن في خلال 36 ساعه غالبا بعد 36 ساعه بالظبط. طب انا اقيس ال ال اتش ده ازاي؟ بقيسه بشرايط في اليورين تمام؟ اسمها اوفي كويك اوفي ستيك. شرايط بتتقاس في اليورين بتاع الفيميل. اول ما الاقي ال ال اتش سيرج ده حصل كده معناها ان الاوفيليشن خلال 36 ساعه. طب جيت ما لقيتش ال اتش سيرج يبقى مفيش اوفيليشن مفيش اي حاجه. بتقيسوا وقت الاوفيليشن وقت ما انت بتحسبي اهو انت بتعملي العينه دي انت بتعملي التيست ده مش لوحده ما ينفعش تعمله لوحده. بتعملي التيست ده كومباينيشن مع الاوفري هقول لك دلوقتي مع متابعه التبويض. اول ما الدوميننت فوليكل الفوليكل بتاعتي خلاص تبقى 18 ولا 24 مللي كده خلاص بقى الدوميننت كده المفروض الطبيعي انها في خلال يومين ثلاثه هترفشر. تمام؟ انت بتتابعي بقى ال اتش كل يوم بتقيسيه. لو لقيت السيرج ده حصل كده معناها خلاص الاوبريشن هيحصل. تمام؟ يبقى التست ده بتعمليه ال اتش ده بتعمليه لما تكون الفوليكل خلاص قربت على الماتوريشن. انا عارفه دلوقتي. طيب يبقى ال اتش بقيسه في اليورين خلاص موفي كويك موفي ستيك خلاص ال ال اتش سيرج ده انديكيت ان الاوبريشن خلال 36 ساعه. مش هيحصل الكلام ده في واحده اطفال مش هيحصل الكلام ده في واحده عندها انو فيليشن. تمام؟ يبقى مش هيحصل الكلام ده غير بس واحده بس هتخش في الاوفيوليشن. دلوقتي بيدوروا ان هم يقيسوا ال ال اتش ده ال ال اتش كمان بيعلى في الصلايبه بتاعت الفيميل. في الصلايبه. يعني ده مش نورمال؟ ده النورمال. انا بقول لك لو ما حصلش ده يبقى مفيش اوفيليشن مشكله. تمام؟ دلوقتي ريسنتلي دلوقتي بيحاولوا يدوروا ان هم يقيسوا ال اتش ده في الصلايبه بس لسه ما اتعملش الكلام ده. لان هو لقوه برضه ان هو بيتغير في الصلايبه بتاعت الفيميل بيحصل له سكريشن في الصلايبه بتاعت الفيميل خلاص و بس لسه لغايه دلوقتي لسه ما اتعملش القصه دي. في هرمون تاني بيقيسه اللي هو بيطلع نتيجه
ال ال اتش من الكوربس لوتير هرمون ايه؟ والصراحة ده العملي اكتر من ال اتش، احنا ما بنعملش ال اتش سيرجن، ما بنعملوش. يعني ما عنديش شرايط انا اقعد اي، لا انا بعمل ايه؟ انا بعمل فوليكولومتري واتابع هرمون البروجستيرون. اقول لكم التستات كلها واقول لك ايه اللي بيتعمل. يبقى خلاص انا فهمت التست بتاع ال ال اتش، بس البروجستيرون ده اوقع. احسن وقت اقيس فيه البروجستيرون في اليوم من 21، خدناها قبل كده. ليه؟ هي المدة محسوبة 14 في نص ساعة بقى ما على حاجة تانية. لأن البروجستيرون في اليوم ال 21 ده أعلى نسبة ليه. ربنا أصلاً لما كنا مش عارف قلت لكم لما كان الزيجوت، الزيجوت بيتكون وقت الأوفيليشن تمام؟ بيفضل يتأخر بعد اللي بيحصل له الإمبلانتيشن بعد الفرتلايزيشن بأسبوع. يكون ايه اللي حصل؟ يكون البروجستيرون ده عالي وصل الماكسيمم بتاعه عشان يظبط طنط الرحم عشان لما الزيجوت يمسك خلاص يلاقي طنط الرحم تقدر تغذيه. يبقى احسن وقت عايز تقيس فيه البروجسترون قيسه في اليوم 21. طيب بنقيسه فين؟ بنقيسه في البلاد. كلام الجديد اقل من 5 5 ل 9 اكتر من 10 من جرام كل دي أقل من 5 قال اوفيوليشن. من 5 ل 10 في اوفيوليشن بس في كوربس ليوتير انسفشنس. أكثر من 10 في اوفيوليشن وفي كوربس ليوتير كويس اشتغل كوربس ليوتير مفيش انسفشنس. يبقى أقل من 5 نانو جرام بير ملي، 5 ل 9 نانو جرام بير ملي تمام، أكثر من 10 مش عارف كده اللي بيبقى الارقام نفس الارقام. طيب يبقى اقل من 5 نانو جرام قال اوفيليشن، 5 ل 9 اوفيليشن مع كوربس لوتير انسفشنس، اكتر من 10 اوفيليشن ومفيش كوربس لوتير انسفشنس. بنقيسه فين؟ في البلط. بنقيسه في البلط. ممكن تقيسه في اليورين، ممكن تقيسه في اليورين بس بتقيس ماده ثانيه اسمها بريجنان ديول. بريجنان ديول خلاص ده ممكن تقيسها في اليورين عشان لو رخم عليك الشفا ولا حاجه تمام. يبقى البروجستيرون بقيسه في البلد وعرفت النورمال بتاعه. لو جيت لقيت البروجستيرون في اليوم ال 21 اقل من 5 خلاص يبقى الفيميل دي ما حصلهاش اوفيليشن. ايه التيست اللي بعمله للبوفات؟ بعمل فلوكلومتري. يعني ايه فلوكلومتري؟ متابعه هبوليون. انت لو جيت بصيت على منظر فوق البوفل بتاع واحده في اليوم الثالث الرابع كده هتلاقيه عامل كده. في اليوم السابع في اليوم التاسع في اليوم ال 13 ل 14 ايه ده؟ دي تمام ده في اليوم الثاني ده في اليوم الخامس اليوم السابع اليوم ال 14 مثلا بحاجه تصوريه كده. طب في اليوم الثاني في شويه فوليكلز لسه موجودين بس دي بشكلها كده فيها اف اس اتش ريسبتور اكتر شويه بس ما تقدرش تفرقها ولو بالالترا ساوند. تيجي على اليوم الخامس تلاقي في اثنين لسه تمام ودي اكبر منهم شويه. في السابع تلاقي خلاص دومينانت فوليكل. يعني في اليوم السابع انت خلاص بتشخص دي دومينانت فوليكل خلاص في اليوم السابع. تفضل تتابعها تفضل تتابعها لغايه ما توصل حجمها من 18 ل 24 مللي جرام. هو المفروض الطبيعي ان كل يوم بتزيد تقريبا 2 مللي في الحجم تقريبا تمام؟ فانت المفروض وقت ال 14 ده تبقى 18 ل 24 مللي. اول ما تلاقي الفوليكل بتاعتك 18 ل 24 مللي كده خلاص المفروض الطبيعي ان انا الاقي فيه ال اتش سيرش هيبتدي يحصل خلاص والاوفيليشن هيبتدي يحصل. يبقى انت المفروض بتعمل حاجه اسمها فوليكولومتري متابعه التبويض. تقعد تقول لي بتعمل ازاي؟ سيريال ترانس فاجينال الترا ساوند. تقول لي العيانه تعالي في اليوم الثاني اعمل لك ترانس فاجينال الترا ساوند اليوم الخامس اليوم السابع اليوم التاسع اليوم ال 11 اليوم ال 13 لغايه ما يوصل حجم الفوليكل من 18 ل 24 مللي. من المتوقع ان يحصل اوبريشن في خلال
36 ساعه. لو واحده بس جايه تتابع معاك تطبيق، يعني احنا مثلا ساعات تيجي تقول لي والله يا دكتور انا جوزي بيسافر وبقالنا 6 شهور بس بيسافر مثلا حاجه هو مصر يعني، بس مواعيد التطبيق انا مش عارفها. طب خلاص تعليلي تمام، انا هعمل لك متابعه تطبيق زي اللي انا بقول لك عليها دي تمام، ما فيهاش حاجه، هي نورمال ما فيش حاجه. وانس ان انا ظبطت لها ميعاد التطبيق تمام، قلت لها يحصل انتركورس النهارده وكمان يومين تمام، سهل جدا انها تجيب برنج. وعيانين كتيره جدا كان كل مشكلتهم بس وظبطت ميعاد التطبيق عشان جوزها بيسافر مثلا 3 4 ايام وبيجي، فما بيجي كده كده الفيميل ما بتحملش دلوقتي التطبيق بتاعها، يومين ثلاثه تقعد تطبيق، فما بيحصلش انتركورس في الفتره دي، فالفيميل ما بيحصلهاش برنج. وانس ان انت ظبطت لها ميعاد التطبيق بالفلوكلوميتر اللي انا بقول لك عليه ده، وده الانسب طريقه واسهل طريقه. في اسهل من كده ايه؟ هتجي لك ثلاث مرات هتعمل لها ترانس فيجن الترا ساوند وانت بتتابع حجم البويضه واخبارها ايه؟ وصل 18 24 مللي حتى من غير ما تديها حقن التفجير، لو هي نورمال ما فيهاش حاجه قول لها يحصل انتركورس النهارده، ما انا عارف ان الاوبريشن في خلال 36 ساعه، يحصل انتركورس النهارده ويحصل انتركورس بكره ويحصل انتركورس بعده، ثلاث ايام، السبرم بيعيش 48 ساعه، انا كده غطيت المرحله او الفتره بتاعت الاوبريشن، شوف كده في مين ان شاء الله عنده بريدا لو هي ما فيهاش مشكله. لو واحدة عادية أنا ما اديتهاش أي حقن ولا اديتها أي حاجة، أنا غصت إن أنا بعرف بقى ميعاد التطبيق بتاعها. ممكن أظبط أنا الميعاد بقى لو أنا بديها من بادئ السايكل بتاعتي من الأول. لو أنا بادئ السايكل من الأول هعرف أقول لك نعمل إيه. المفروض بعد ما لقيت الفرق بتاعها 18 24 مللي ما تقولهاش امشي بقى ويحصل التركورس النهارده وبكره ومش عارف إيه وامشي. المفروض بعد يومين تجيبها تاني. ليه؟ عشان تشوف اصلا الفوليكل رفشرت ولا ما رفشرتش. موارد يكون في حاجه اسمها ليوتونايز ان رفشر فوليكل سندروم اللي انا بقول لك عليه دلوقتي ده، والفيميل دي عندها مشكله والفوليكل بتاعتها ما اترفشرش، والفوليكل بتاعتها وحصلت معايا والله برضه مره حاجه تمام، اديتها انا حقن التفجير الشهر اللي بعدها حلت. هي عندها مشكله ان الكوربس ما الفوليكل ما بترفشرش، عندها الفوليكل اصلا بترفشر نتيجه بروستا جلاندن، خلاص بيحصل بروستا جلاندن بيزيد شويه، هي عندها مشكله في البروستا جلاندن، اديتها انت حقن التفجير من بره خلاص. يبقى انت المفروض بعد ما عملت لها الفوليكلومتري، بعد ما الفوليكل بقت ماتيور تجي لك بيومين ثلاثه تشوف لها الفوليكل قلت في الحجم ولا لا. ومين دوت في الدوجلاس تاوتشر ده؟ فانت لو لقيت في فلوس في الدوجلاس تاوتشر وال 18 دي بقت 12 ولا 11 كوبا سوديوم خلاص اهو، خلاص يبقى ده حصل اوبريشن، يبقى كده حصل اوبريشن. كلام جميل. طيب اليوتراس، ايه التيست اللي بعمله لليوترس اعرف ان هو فعلا حصل اوبريشن ولا لا؟ في مشكله في الكلام اللي احنا قلناه ده؟ تمام كده؟ هو بطنط الرحم اندر افكت اوف استروجين بيعمل ايه في بطنط الرحم؟ واندر افكت اوف بروجستيرون سكريشن صح؟ على فكره التيست ده ما بيتعملش كان زمان ما بيتعملش. تيست اسمه بري منسترول اندوميتريال بايوبسي. ادي فيلتر فيس ودي روتيشن ودي الهيم فيس ودي الهيم. تيست اسمه ايه؟ بريز منسترول اندوميتريال بايوبس. وعايز واحد ذكي كده يبقى هيتعمل امتى في السايكل؟ قبل المنسترويش. قبل المنسترويش لانه اسمه بري منسترول بيتعمل قبل المنسترويش. الاندوميتريال اندر افكت اوف ايه؟ اللي هو طالع من الكوربس روتين، يبقى المفروض الاقيه. هي دي التركه بتاعتي، ان انا باخد عينه من بطانه الرحم قبل المنسترويش اللي هي تبقى المفروض اندر افكت اوف بروجستيرون، تبقى بطنط الرحم سكريتوري تمام. طب لو لقيتها بروليفيتيف ما حصلش اوبريشن، فانا خدت عينه من بطنط الرحم وهي اندر افكت اوف بروجستيرون، لقيتها اندر افكت اوف استروجين يبقى ما حصلش اوبريشن، يبقى ما حصلش اوبريشن. فيها مشكله دي؟ عارف ازاي؟ من التشنجز اللي بتحصل لو انت بتودي العيال دي بتاع الباثولوجي، في تشنجز رهيبه، فرق بين الاستروجين وفرق من البروجستيرون، تلاقي شكل الجلد متغير، شكل الاسترون متغير، شكل الدوت جسم متغير، تمام؟ يبقى انت لو خدت عينه من بطنه الرحم اندر افكت اوف بروجستيرون هتلاقي سكريتوري، اندر افكت اوف استروجين هتلاقي بروجستيرون. العينه دي بتتاخد ازاي؟ العينه دي بتتاخد بطريقتين. عندي عينه اسمها او طريقه اله اسمها نوفاك،
وطريقه اسمها نوف كيوريت نوفك او شيرنر دول اسامي الالات نوفك او شيرنر او نوف كيوريت ده او ده النوفك او الشيرنر دي قال عامله كده بتخش وزود انستيزيا وزود سيرفايكال دايليتيشن بتخش في عنق الرحم تاخد عينه وتطلع ده بالنوفك والشيرنر امال اللوب لا اللوب بتنام العينه وبتعمل سيرفايكال دايليتيشن بس ليها ميزه وانا ليه هعمل كده في العينه يعني تمام ليها ميزه ايه الميزه ان انت ممكن تاخد عينه من الكورنيو بتاع التيوب من الحته دي كده في بتاع النيوتر في التيوب الجنكشن تمام دي اكتر حته بيحصل فيها تي بي اندوميترايتس لان اشهر حاجه بتبوظ اصلا التيوب التي بي من اشهر الحاجات وده وورست باثولوجي يعني انت لو جيت عينه خدت منها خدت عينه من التيوب ولقيتها تي بي اعرف ان التيوب دي اتدمرت لان التيوب بتدمر التيوب التي بي بتدمر التيوب يبقى انت اللوك كيوريت بتديك ميزه ايه؟ ان انت تاخد عينه منين؟ من الكورنيو عشان تعمل انفستيجيشن ليه؟ للتي بي يبقى انا عرفت التيست ده بتعمل ازاي؟ التيست ده بيتعمل بطريقتين يتاخد بنوفاك او شيرمان او يتاخد باللوك كيوريت نوفاك او شيرمان بتديك ان انت تاخد بايوبسي واحده امال اللوب كذا بايوبسي كذا عينه تمام بتاخد عينه من الكورنيو ليه عشان ده اكتر مكان بيحصل فيه تي بي اندوميترايتس عشان كده لما بناخد العينه ناخد عينه من الدينا بتاع الباثولوجي ناخد عينه نسبخها في زين نيلسون ستيج بتاع التي بي عشان نشوف فيه تي بي ولا مفيش تمام يبقى التست انا بستفاد منه رقم واحد اعرف حصل اوبريشن ولا لا الاوبريشن تي بي لو لقيت الاندوميتر المنظر افكتو في ايه يبقى حصل اوبريشن وبروجستيرون يبقى فيه سكريتري لو لقيته بروليفيرتيف يبقى انوبليشن تمام تي بي اندوميترايز رابع حاجه ممكن اشخص بيه كورنس بيوتيريال بيكسر ازاي؟ التشنجز اللي بتحصل في الاندوميتريا قلت لك اندر افكت اوف بروجسترون سكريتوري لما اودي اللي بتاع الباثولوجي اصلا السكريشن الجلاند بتبقى عامله كده والسكريشن فيها بيزيد 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 لغايه ما توصل المخزن بتاعها يروح ماشي تمام هي في تشنج بتاع الباثولوجي بيبقى عارف فلما بتودي له العينه لما بتودي له العينه بتاعت الاندوميتريا وهي اندر افكت اوف بروجسترون يقول لك والله العينه دي المفروض تساوي اللي تشينجز اللي تحصل في اليوم ال 23 مثلا بروجستيرون طالع بكميه معينه فالتشينجز اللي انا شايفها تحت عينيا تحت الميكروسكوب دي تساوي اللي تشينجز اللي بتحصل في اليوم ال 23 بس انا يا عم ساحبها في اليوم ال 26 يبقى في ايه؟ في مشكله في البروجستيرون تمام؟ هو بيطلع بس بيعمل تشينجز ضعيفه عشان كميته قليله او بيطلع بكميه مش كويسه تمام عشان كده في كورباس بيوتير بين سبشنز يبقى لو لقيت في فرق بين الهيستولوجيكال ايج والكوريونولوجيكال ايج هيستولوجيكال يعني ايه بتاع الهيستولوجي او الباثولوجي اللي شايفه والديت اللي انت واخدها منه اكتر من يومين في تاخير اكتر من يومين ده انديكيت ان في كورباس بيوتير بين سبشنز يبقى انا كده شخصت الكورباس بيوتير سبشنز بكام طريقه؟ ثلاثه واحد ميزر بودي تمبريتشر لقيته زاد اكتر من 10 ايام لو لقيت البروجسترون من 5 ل 9 صح؟ عشان انا في كورنس ده صح؟ ثالث طريقه ان انت لقيت فيه لخبطه بين الهيستولوجيكال ايج والكوريولوجيكال ايج اكتر من يومين ده انديكيت ان في كورنس بيوتام زي التفاصيل حد مش فاهم ايه؟ كوريولوجيكال ايج العيال اللي سحبها والهيستولوجيكال ايج اللي هو شافها فيه كان بفضل ايه؟ بتاع الهيستولوجي اكتر من يومين كده معناها ان في كورنس بيوتام ماشي؟ دي مشكله فيها دي طيب كده اطمنت على اليوترس كمان طيب السيرفكس اهو انا لسه قايل لك في مقارنه هشوف السيرفكس اندر افكت اوف استروجين والسيرفكس اندر افكت اوف بروجسترون الاستروجين بيكتر اكتر يوم الاستروجين بيعلى فيه في السايكل امتى؟ لو بيحصل لي ليت سيرج يبقى انا هقيس او هشوف السيرفايكال سكريشن وقت طب وده يوم ال 21 انا لسه قايل اهو لسه قايلين ثلاث كلمات لو اندر افكت اوف استروجين بلاقي ايه؟ اكسسيف ووتر بوست فيرن
بوزيتيف سبين بيركت تيست او ستيرتشابيلتي تيست. ايه بوست الفيرد تيست ده؟ خدناها فين دي؟ ايوه في البروم، خدناها في البروم تمام. قلت لو خدت عينه من الميوتك فلويد وسبتها كده تديك شكل البالم ليف، قلت لكم هناخدها في السيرفايكال سيكريشن اندر افكت اوف استروجين تمام. الرين كانت الستاب الثانيه بتاعت البروم. طيب بلوس اوف تيست ام يو شور ده الجديد ناخد بايوبسي بقى عشان نشوف لو في انفكشن. ده ما بتتعملش. هو دول بتاعك ما بتتعملش قوي يعني. احنا قلنا 9 بلوس اوف تيست تمام. فيرد تيست باك تيست. طب ايه اللي يعمل لك شور ان دي رابشر اوف مبرين؟ كاسكو سبيك ترايل كاسكو سبيك مع الالترا ساوند كده بس. على الالترا ساوند هتلاقي في ديكريس في الامبيوتر فلويد. طيب الاستروجين اكسسيف ووتري بوست فيرم تيست. لو حطيت لان السيرفايكال سكريشن في ان اي سي ال وكي سي ال اول ما تحطه على سلايد هي عامل الشكل ده. بوست الاسترشابيلتي تيست شات ميوكس ما هو سيرفايكال ميوكس. لو حطيت سلايد جبت سلايد ازازه وحطيت عليها سيرفايكال ميوكس وحطيت عليها ازازه ثانيه ورفعت الازازه اللي فوق هتلاقي الميوكس ماسك بين الازازتين. هو ده اسمه ستريتشابيلتي تيست تمام. ده معناه ان ده ميوكس وكتير تمام. اهو تفضل تعلى تعلى غلط اكتر من 10 سم كده تلاقيهم الازازتين نازلين بعض بالميوكس. العكس فين؟ في البروجستيرون. ما انا عندي سكانتي سيرفايكال سكريشن فمش هلاقي فيه ميوكس. تيجي تعمل السلايد من فوق مفيش ميوكس في الوسط فتلاقي مفيش استرتشابيلتي. ومعشان مفيش سيرفايكال ميوكس مفيش برضه فيرن تيست. يبقى اول ما تسمع السيرفايكال سكريشن اندر افكت اوف استروجين ثلاث تنتين اكسسيف ووتر بوست فيرن بوست بيبرك تيست. وعكسهم فين؟ في البروجستيرون. عكسهم في البروجستيرون. طيب لو خدت نعم نعم مش احنا دلوقتي بنعمل التستات دي كلها عشان اشوف ايه التشنجز اللي حصلت تمام. حلو قوي. انت خدتي في اليوم ال 21 خدت عينه من السيرفايكال سكريشن لقيتيه اندر افكت اوف استروجين يبقى ما حصلش اوفريشن. لقيتيه اندر افكت اوف بروجسترون يبقى حصل اوفريشن. طيب الفاجينا الفاجينا كلمتين اعرف ان في الفاجينا تحت الميكروسكوب بلاقي في حاجه اسمها سوبرفيشال سيل اندر افكت اوف استروجين ولاقي في انترميديت سيل اندر افكت اوف بروجسترون. هما دي الكلمتين اللي انا عايز اعرفهم. الفاجينا كده كده اصلا ما باخدش منها عينه ولا حاجه. سوبرفيشال سيل في الفاجينا تحت الميكروسكوب لو اندر افكت اوف استروجين. انترميديت سيل اندر افكت اوف بروجسترون برضه لو خدت عينه من الفاجينال ميكوزا في السكند في اليوم ال 21 لقيتها سوبرفيشال يبقى دي ما حصلش اوفيليشن. طب لو لقيتها انترميديت يبقى حصل اوفيليشن. يبقى انا كده مسكت الاكسس كله واحد واحد عملت له تيست. عملت له تيست بيتيوتر اوفر يوتروس سيرفكس فاجينا عملت له كله تيست. يبقى تاني الاوفيليان فاكتور اوف انفرتيليتي اسباب واحد هيبو سايب بيتيوتري فيلر مضروب خالص زي امين هيبو سايب بيتيوتري ديسفانكشن مين اتش ومين ال هايبر بكتيريا هايبر تشنس بيتيوتري فيس ديفكت وبيتونايز ابراكشن بتحصدرو تمام. طيب دخلنا بعد كده على التستات اول ما تخش عليا بسال شويه اسئله. ايه الاسئله؟ ثلاثه ريجولر ثلاثه اوفيلاتري. ايه الثلاثه الريجولر؟ منسز اسبانولي ديسمينوريا بريمس. طيب ثلاثه اوفيلاتري طيب اول تيست هعمله اسمه ميزا بوتيتيكولي. القاعده بتاعته بتقول طبيعي درجه الحراره بتعلى السكر ده هافت سايكل من 3 من 10 لنص اندر افكت اوف بروجسترون اللي بيطلع مين؟ الكورنس فيزيك. طب لو لقيت باي فيزيك ميزا بوتيتيكولي مونو فيزيك انا وفيزيك تيست تعبان عشان ممكن الفاميليا يحصل لها انفكشن في اي وقت فهي على درجه. طيب بيتيوتري ايه اللي هيعيش فين؟ اليورين تمام. المفروض بلاقي وقت الاوبريشن بيحصل ال اتش سيرش كده معناه الاوبريشن في خلال 36 ساعه 36 ساعه. قيس كمان هرمون اسمه بروجستيرون بلاقيه كام؟ لو لقيته كام؟ اقل من 5 نانو جرام بير ملي. نانو جرام بير ملي لقيته اقل من 5 5 5 9 اكتر من 10 تمام. طب دخلنا بعد كده على الاوفري بعمل ايه في الاوفري؟ الكيلومتري
متابعه التطبيق، بعمل ترانسفر سيريا ترانسفر جوين الالترا ساوند، سيريا ترانسفر جوين الالترا ساوند لغايه ما يوصل الدومين فورد كام؟ 18 24 مللي. تمام. طب اليوترس سيسترال اندوميتريال بايوبسي. تمام. لو لقيناها اندر افكت او لقيناها بروليفراتيف يبقى معناه يبقى اوبيوليشن سكريتوري اوبيوليشن. لو لقيت في لخبطه بين الكورولوجيكال ايج والاسترولوجيكال ممكن اشخص بيها التي بي اندوميتريتس. طيب خدت عينه من السيرفايكال سكريشن في اليوم ال 21 لقيتها اكسسيف ووتر بوست الفرن بوست سبيبركت تيست ما حصلش اوبيوليشن، لقيتها سكانتي نيجاتيف بيرد نيجاتيف بيركت تيست يبقى حصل اوفيليشن، لو لقيت سوبرفيشال سيل يبقى حصلش اوفيليشن، لقيت انترميديت سيل يبقى حصل اوفيليشن. في حته كمان في اليوترس بنشوفها دي حاجه برضه مستخدمه في الاي بي اف، ادي اليوترس اهو وقت الاوفيليشن، وقت الاوفيليشن هتلاقي اليوترس عامل كده تراي لامينا تراي لامينا بتاعي بطنط الرحم من جوه عندها كده بالظبط، وده انديكيت ان بطنط الرحم كويسه والبروجستيرون طالع كويس. تمام. او ان الاندوميتريوم مهيئ خلاص لقصه الاوفيليشن وقصه الفرتلايزيشن. يبقى لما ببص على بطنط الرحم بطنط الرحم مع انت بتعمل فلوكرومتري ما تبصش على الموبايل بس، بص كمان على الاندوميتريوم. لو لقيته ماشي بالشكل ده كده معناه ان شاء الله الامبلانتيشن بعد كده هيبقى كويس. ليه؟ لان بطنط الرحم كده مهيئه كويس جدا جدا جدا. الاستروجين بيعمل بورليف، ده معناه ان الاستروجين شغال بيعمل بورليفريشن لبطنط الرحم فبيديك شكل الترايلاندا. طب افرض انت جيت في اليوم التاسع، ما انا الاقي ايه فايده السيريال الالترا ساوند؟ مش الفوليك بس. لقيت في اليوم التاسع اليوترس عامل كده. ده معناه ان هرمون الاستروجين فيه مشكله. تمام؟ كده بطنط الرحم فيها مشكله، تمام؟ مفيش بورليفريشن. ادي انت استروجين. ادي انت استروجين، ليه؟ عشان يظبط لك بطاقه الرحم ويخليها تراي لامنر وقت الاوفيليشن. فانت هتديها من يوم التاسع مثلا لغايه اليوم ال 13 اللي هو تقريبا وقت الاوفيليشن، عند ثلاث اربع ايام يكون بطاقه الرحم اتظبطت وبقت تراي لامنر. يبقى مهم وانت بتعلق بالفلوكلومتري وانت تعمل متابعه تطويض للعيانه تبص كمان على اليوترس، تبص على الاندوميتريوم بطاقه الرحم. لو ما لقيتهاش تراي لامنر، حاول انت تخليها تراي لامنر. عشان كده انت لازم في اليوم التاسع تبص عليها كويس. لازم تعلق على الاندوميتريال في اليوم التاسع في السايكل وانت بتعمل فلوكلومتر. لو ما لقيتوش ترايلانر هقول لك هنعمل ايه دلوقتي؟ هنلاقي استروجين بكميه زي ما هنديها. تمام؟ يبقى ده مهم جدا 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 جدا. تمام؟ ده بيعرفني ان شاء الله الامبلانتيشن هيبقى كويس. لما الاقي بطنط الرحم في اليوم التاسع في العاشر في ال 11 ترايلانر بالمنظر ده، تمام؟ اعرف ان شاء الله كده الاستروجين شغال كويس، كده الدنيا هتبقى كويسه في الامبلانتيشن بعد كده. لو لقيته زي ما انت شايف كده خط الدريتال لايننج بس كده خط واحد كده معناه ان في مشكله ولازم تظبط لي بطنط الرحم عشان ما يحصلش مشكله في الامبلانتيشن. يعني مشكلتها الوحيده بس بطنط الرحم مش سهل حلها مره واحده؟ لا، ما هو انت هو مش انا قلت لك لسه قايل لك اهو ان هي حلقه كلها مرتبطه ببعضها عشان يحصل بريجنسي. طيب ما هو هيبقى مشكله في بطنط الرحم ما يحصل ابورشن. طب كده كده ابورشن من الاول الساك دي هتنزل من غير ما يحصل ابورشن، من غير ما يحصل امبلانتيشن اصلا، لان بطنط الرحم مش مهيئه لكده. يبقى انت ما استفدتيش حاجه، يبقى برضه انت خطاي. في مشكله في التستات دي؟ تمام؟ طيب عايز اعالج الفيميل دي بقى. من حاجه من الثلاثه دول
تمام؟ يا في مشكله في الفولك اللي هي تكبر، يا في مشكله في فرعيتها، يا عندها كوربسيتال انسفيشنسي، يا في مشكله في خلايا الاوفر اصلا ما هو الفولك ما بتكبرش تمام، اي سبب من الاسباب اللي احنا لسه قلناها، يا ما بتفرعش تمام، ديوتاز انارشا في فكره سندروم لوز سندروم، او في كوربسيتال انسفيشنسي مخلي الضغط الرحم فيها مشكله. انا وظيفتي ان انا اظبط الثلاثه دول بحيث ان انا اخليه زي النورمال. اول حاجه عايز اكبر الفولك. اكبر الفولك ازاي؟ اول حاجه بكبر بيها الفولك ان انا بدي حاجات انتي استروجين، او بدي انا اف اس اتش وال اتش على طول. مش الاف اس اتش ده اسمه فوليكولار ستيمولاتنج هرمون، خلاص اهو بدي اتش ام جي تمام، انتي استروجين او اتش ام جي هيومن مينيبوزا جونات تروفين اللي هو الاف اس اتش والال اتش مينيبوزا، لانه بيطلع من المينيبوز بتاع اليورين. ما احنا قلنا الاف اس اتش بيبقى عالي جدا فين؟ في الفيميلي مينيبوز تمام، او جي ان ار اتش بس ان لان لو اديته كونتينوس يبقى دول الثلاث طرق بتوعي اللي انا ممكن اعمل بيهم في فوليكولار ديفلوبمنت، هم دول الثلاث طرق اللي عندي. يبقى انتي استروجين اتش ام جي جي ان ار اتش امبلسس، حاجه من الثلاثه دول مفيش حاجه هتخرج منها. الانتي استروجين ده عندك ايه؟ اشهر نوع في ستريت اللي هو اسمه في السوق كلوفيد، احنا بنسميهم هنا وبعضنا كده الملابس. اه والله ملابس تمام، عيانه اتاخرت شهرين في الحمل تضرب كلوفيد تمام، الشهر اللي بعده توقف على طول تمام. كلوفيد كلوفيد من كتر هو بتاع صغير كده خلاص 50 مللي 50 مللي خلاص، هنعرف ده بناخده ازاي من كتر صوت ملابس. طيب مفيش واحده من الجوازه ما عندهاش كلوفيد في البيت، ادي طريقه ادي طريقه. نوع تاني اسمه اروماتيز انهبيتور اللي هو اسمه ليتروزول، هو اسمه في السوق ليتروزول، ليه اسم تاني او موجود في السوق اسمه فينار في السوق تمام. يبقى الاروماتيز انهبيتور اللي هو الليتروزول او الفينار. في تالت حاجه اللي هو التاموكسيد اسمه في السوق دولفاديكس، يبقى دول التلات حاجات الانتي استروجين اللي عندي كلوميد ليتريزول دولفاديكس، دول التلات حاجات الانتي استروجين، دول التلات حاجات الانتي استروجين. طيب ال اتش ام جي اللي هو الاف اس اتش ملي اف اس اتش ممكن يكون معاه ال اتش كمان، انا عرفت دلوقتي. الجي ان ار اتش امبلسس ده مش موجود. عشان نعمل اكتيفيشن اكسس، هو اصلا في السيرج بتاع الاكسس ان الجي ان ار اتش ما بيطلعش كونتينوس، بس هيطلع ان بلسس كل ساعه كل ساعه ونص ساعه ساعه ونص ساعه بلسس، لو طلع كونتينوس الاكسس. فانت عشان تعملي اندكشن للهكسس تديه امبلسس من فوق. ده محتاج ايه؟ محتاج تركب واحده بامب تفضل حاطها في ايديها، والبامب دي مظبوطه ان كل ساعه ونص تطلع بلسس، بس انت مش معقول كل ساعه ونص هتديها ازاي اسعى والكلام ده. ما ينفعش، فالمفروض يبقى في بامب هنا محطوطه في ايديها، وهي البامب دي مظبوطه ان كل ساعه ونص، ده طبعا مش قادره. دي الفوليكولار ديفلوبمنت. يبقى يا اما ادي انتي استروجين واعتمد ان انا لما حد انتي استروجين هزود الاف اس اتش من جوه الفيميل نفسها تمام، ما انا لما اديت انتي استروجين وقللت الاستروجين حصل ايه في الاف اس اتش؟ هيزيد. يبقى انا كده عملت فوليكولار ديفلوبمنت من غير ما ادي اف اس اتش خالص. يا اما ادي انا اف اس اتش وال اتش من بره، انا اللي اديهم من بره، انا عايز ازود الدنيا شويه، يا اما جي ان ار اتش امبلسس. طب انا لسه قايل لكم دلوقتي معلومه، هو مين اللي بيفرع الفولي؟ ال اتش. ال اتش ده صعب شويه ان انت تلاقيه وغالي. فقال لك بص ده البيتا اتش جي بيها ال اتش ما
five actions. This not on it. التفجير عن التفجير البوي يبقى وقت ما الفرق تبقى دوما 18 على 24 ملي اروح انا مديها حقنة التفجير اللي هي بيتا اس سي جي تمام اللي هتفرقع ليها ال اتش لايك اكشن اللي هي هتفرقع لي الفوليكل ما هو دي مش ده الفسيولوجي ال ال اتش اللي بيفرقع الفوليكل خلاص اسمه في السوق الكوريومور اسمه في السوق الكوريومور خلاص في منه في منه اصلا كبره انا في منه بيتصنع وفي منه خلاص بيطلع من في البريجنت تمام بس الفكره نفسها ان هو موجود في السوق باسمه كوريومور كوريومور ده بدي وقت ما الفرق اللي بتبقى كام؟ 18 24 ملم الحقنه بتاعت الكوريومور 5000 بدي من امبول لاثنين امبول وقت الاوبيولوجي لسه ما شرحتش حاجه ده بديك بس الاسئله خلصت خلاص الاوبيليشن محتاج ان انا اعمل سبورت للكوربس قدام هعمله سبورت قدام هو انا الكوربس قدام انا مش محتاجه في حاجه هو محتاج هرموناته وبيطلع ايه؟ بيعمل ايه في الضغط الرحم؟ سكريتوري يبقى انا محتاج ان البروجستيرون يطلع بكميه كويسه في السجن ده في سايكل علشان يظبط لي الضغط الرحم بفهم من هنا ان انا في الجزء الثاني بدي هو ده ببساطه فكره الاندكشن يبقى الاندكشن بكبر فوليكل وابشرها واعمل سبورت للاندوميتر بكبر فوليكل وابشرها واعمل سبورت للاندوميتر دول كل الطرق اللي ممكن تتخيلها ومن تتخيلها في الاندكشن هم مفيش غير كده اصلا هم دول اللي موجودين في اي حته بس هو الموضوع يفرق اللي بيشتغل ان بس الموضوع اكبر شويه في الاسامي وفي الحقن والتركيز والكلام ده لكن غير كده هي دي الطرق مفيش حاجه غير كده مفيش حاجه غير كده طيب امسك اول حاجه الانتي هيستوجين اللي هو كلوميد اللي هو اشهر حاجه اصلا كلوميد ده اشهر حاجه موجوده في السوق بعد مش بعد الكوربس انا بعمل سبورت للاندوميتريوم خلاص يعني بطلع بدي انا بروجستيرون كانه كوربس روتين بعمل سبورت للاندوميتريوم بالبروجستيرون زي كان البروجستيرون بيطلع من الكوربس تمام يعني خلي دي يا عم خلي دي ماشي كوربس روتين عندي سبورت بعد الاوبريشن تمام طيب اول حاجه الكولوميد الكولوميد ده بيشتغل ازاي؟ ده سينثيتك نون استرويدال انتي استروجين بيكومبيت مع الاستروجين على السيرتورز بتاعته فالاستروجين يحصل له ايه؟ يقل ويحصل نيجاتيف فيدباك ويحصل زيادة في الاستروجين يبقى تاني الكولوميد او كولومفين سترين ده سينثيتك نون استرويدال انتي استروجين بيكومبيت مع الاستروجين ريسبتور فالاستروجين يقل فالاي بي اس اتش زي فيبتدي يعمل ريجولار ستيمونيشن خلاص ليه الفولك اللي موجوده اهو جميل خالص بيتاخد ازاي الجرعه بتاعته؟ بيتاخد كورس مرتين في اليوم لمده 5 ايام يبقى الدوز بتاعته كورس مرتين في اليوم لمده 5 ايام من اليوم الكام؟ في ناس بتحب تديني التاني وفي ناس بتحب تديني الخامس ايه الفرق؟ لو اديته من التاني لو اديته من التاني انت هتزود عدد الفوليكل اللي ممكن تبقى دوميننت ليه؟ لانك انت لسه في الاول طالع بايه من 10 ل 10 طالعين داخلين السباق دول فلو اديته من اليوم التاني بدل ما تطلع فوليكل واحده هيطلعوا 2 او 3 لكن لو اديته من الخامس انت اوريدي في واحده بقت دوميننت فكل شغلك هيبقى عليها تمام؟ في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده في ناس حسب الحاله اللي قدامك يبقى انت تبقى فاهم انا امتى ادي كلوميت لو اديت الكلوميت في تاني يوم كده معناها ان انا بزود النمبر اكتر منه بزود الكواليتي بتاعت واحده لكن لو اديته في الخامس انا كده كل هدي في واحده بس لان اوريدي بقت واحده في دوم خالص حتى لو بيس الاوفر كده مش هيبقى في حاجه لا بيس ده ثاني خالص بيس ده انا بعمل اندكشن كده بيس او انا مش معاك كلوميت اصلا بيس هو احسن حاله ليها في الجذور في معاها الجذور وبعد الالتروزول بديها بدي الالتروزول كومبانيشن كده وبدي ال اتش بس. حاول تمام؟ طيب يبقى قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام. من ثاني يوم او 5 يوم حسب انت عايزه. حسب اللي انت عايزه. معاك ماكسيموم 5 دراسات في اليوم.
عايز ماكسيموم 5 اقراص في اليوم. طب افرض واحده رخمه كده جايه لك دكتور ما بينزلليش دوره اصلا. اقول ايه؟ ما بينزلليش دوره، اعمل ايه؟ اديها انت بروجسترون 5 6 ايام. احنا اصلا لما بنعوز ننزل لواحده اصلا الفوليوم بتاعتها لو عندها متلخبطه بديها بروجسترون قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام. في راس بروجسترون في السوق اسمها سودرود نور. سودرود نور ده بروجسترون. بدي قرص الصبح وقرص بالليل لمده 5 ايام، كده طبيعي الدوره لازم تنزل بعد 5 ايام. ده الطبيعي. تمام ده الطبيعي. يبقى لو واحده عندها مشكله ومفيش منسز بتنزل قول لها طب ماشي، هديك سودرود نور قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام، تمام؟ وتجي لي ثاني يوم الدوره اديك كولمين. هجيب لها دوره برضه، مش اي مشاكل خالص. طيب. ايه مشاكل الكولمين؟ مشاكل الكولمين كان زي اي دواء بيعمل هيدك، فلاشنج، بليننج وريفيشن، بريس تندرنس. بيعمل درايد الفوجينا، بيعمل درايد الفوجينا ليه؟ عندي استروجين فبيقلل السيرفايكال سكريشن تمام؟ وبيعمل ايه في القنطره الرحم كمان؟ بيقلل بيخلي القنطره الرحم مفيش بروليفريشن صح؟ مفيش بروليفريشن. تيجي تبص على القنطره الرحم تلاقيها وقت التاسع العاشر الاسد والسيرفايكال سكريشن قليل، وانا محتاج السيرفايكال سكريشن ده فين؟ لو في حتى السنج بتاع السبرم فوق ما ربنا ما بيعملش حاجه كده بدون سبب. انا محتاج اصلا السرفايكال سكريشن علشان ليه السرفايكال سكريشن بتاع الاول ريبليشن عشان السبرم تقدر تحصل السنج فوق تمام، يحصل لها السنج فوق. الكولوميت في مشكله مع الحته دي، في كولوميت الكولوميت في مشكله في الحته دي ان انت ما بيظبطلكش بطنط الرحم قوي، رقم واحد. رقم اثنين بيقلل لك السرفايكال سكريشن فبيقلل لك النمبر بتاع السنج بتاع السبرم. عشان كده علاج الموضوع ده ان انت تدي العيله الاستروجين من اليوم التاسع لليوم ال 13 يظبط لك بطنه الرحم وفي نفس الوقت يظبط لك السيرفايكال سكريشن. طب ندي الاستروجين ده منين؟ انا عايز استروجين ضعيف ما ياثرش على الاكسس وفي نفس الوقت استفاد بيه لوكال على الاندوميتريوم وعلى السيرفكس. هندي ايه؟ سايكروبروجينوفا. انت بتبص سايكوبروجينوفا اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت في البي سي او، قلنا سايكوبروجينوفا بيحل حاجات كتير جدا. هدي سايكوبروجينوفا الاقراص الايه؟ في بيضه وفي لبني. انا خدت البيضه لبني مش عارف لونها ايه. بني بيضه وبني. هنعيد الاقراص البيضه زي ده الاعلان بس ماشي. هندي الاقراص البيضه بتاعت السايكوبروجينوفا. فاكرين المعلومه دي ولا مش فاكرينها؟ تمام. يبقى بدي الاقراص البيضاء بتاعه السايكروبروجينوفا من اليوم التاسع لليوم ال 13 تمام. ليه؟ عشان حاجتين، يظبط لي طنط الرحم وفي نفس الوقت يظبط لي السيرفايكال سكريشن. هنا الكولوميت تمام. يبقى الكولوميت ده شغل قرص الصبح وقرص بالليل لمده 5 ايام، ما عندهاش دوره هتديها لها دوره في سيرفرود نوم تمام. وبعد كده هديها سبورت استروجين، سبورت استروجين من اليوم التاسع لليوم ال 13 عشان يظبط طنط الرحم ويظبط السيرفايكال. في ناس تقول لك ادي مع الكولومين شويه حاجات امبيريكال كده زي ايه؟ برومكريبتين احسن يكون عندها هايبر بلاكتينيميا. ادي واحد. اديها ديكساميثازون لو ان في عيانين بيتصبحوا على ديكساميثازون خلاص. اديها لانتروكسون خلاص او بيويد انتاجونست خلاص عشان لو عندها انكزايتي ولا حاجه الموضوع يقل. اديها ثايروكسين احسن يكون عندها مشكله في تي 3 تي 4. يبقى في شويه حاجات امبيريكال في ناس بتقول لك ان هم لما حطوا الحاجات دي مع الكولومين السكسس ريت زاد. برومكريبتين والديكساميثازون والتوكسون والسايروكسين كل الحاجات دي كلها زودت السكسس ريت. بس فهمنا الميكانيزم بتاع الكولومين بيشتغل ازاي؟ يبقى الكولومين سنسيتيف نون سترويدال انتي استروجين بيكومبيت مع الريسبتور بتاع الاستروجين فيزيد الاف اس اتش فيعمل فلوكلر ديفلوبمنت. بس هياثر لي على طنط الرحم، هياثر لي على السرفايكال سكريشن تمام؟ وبيعمل هود فلاشز ودراي فاجينا وبيرنج والفيجن. الكلام ده مش الليتروزول والهيمارا ما بيشتغلوش على طنط الرحم، لا بيأثروا على طنط الرحم ولا بيأثروا على السرفايكال سكريشن. بس مشكلته انه غالي. مشكلته انه غالي تمام، غالي شويه. الليتروزول ده حوالي 120 جنيه والهيمارا بتخشها حوالي 280 جنيه تمام. ده بيكون الشغل ده بيشتغل ازاي؟ بيقلل تحويل الاندروجين لاستروجين بس في لوبريكس بس ملوش علاقه خالص لا بسرفايكال سكريشن تمام ولا غيره. بيقلل تحويل الاندروجين لاستروجين اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت في البي سي او. لو ما تزن هنا
وده احسن من احسن حاجات بتاعت 11 في البي سي. يعني انت لو واحده جالك بي سي او عندها مشكله ابتدي معاها بالتريزول احسن من البرومينوت. التريزول بيجيب نتائج هايله مع البي سي او هايله مع البي سي او. تمام؟ انه الفاديكس ده ما ينفعش كتير على الكروميت على الكروميت ستري او الكروميت. تمام؟ بس لو الليتروزول اعرف بس القصه ان هو ما بيأثرش على السيرفايكال سيكريشن ولا الليتروزول. عشان كده زودت اكتر. طيب ال اتش ام جي ال اتش ام جي الهيومن مينيفوزال بولادو. نعم. انا ما بديش كميه ان انا امنع كل تحويل الاندروجين لاستروجين. انا بدي كميه بسيطه جدا تمنعني تحويل شويه اندروجين لاستروجين لما بتدي دواء. هيحول كل الاندروجين اللي موجود في الاوفري مش هيتحول لاستروجين؟ لا. انا لما بدي هنا الراس انا بعمل ايه؟ انا بزود الاف اس اتش حاجه بسيطه في جسم الفيميل عشان اعمل فلوكر ستيميليشن بس. نفس القصه هنا لما احول شويه اندروجين امنعهم ان هم يتحولوا لاستروجين هزود حاجه بسيطه في الاف اس اتش فيزود لي زياده الايه؟ فيكر ستيميليتر. مش بمنع استهلاك، انا بزود شويه في الجسم. هو كل الفكره في ايه؟ انا عايز اعمل فيكر ستيميليشن. الجسم نايم شويه ما بيطلعش اف اس اتش كويس. عشان كده الاوفري الاوفا ما بتكبرش. طب انا عايز اكبرها اعمل ايه؟ يا اما احفز الجسم ويطلع اف اس اتش شويه. طب ازاي؟ ان انا اديها انتي استروجين. يبدا وانا لما بدي الليتروزول تمام بقلل شويه تحويل الاندروجين لاستروجين فبقلل شويه بسيط الاستروجين في الجسم. فايه اللي هيحصل كبوست فيدباك او نيجاتيف فيدباك؟ اف اس اتش هيزيد. بس دي كل فكرتي. وبنفس الوقت انا ما زودتش الاندروجين قوي لان انا ما اشتغلتش على كل الريسبتور بتاعت الاستروجين. ما وقفتش كل تحويل الاروماتيز الاندروجين لاستروجين. ده كميه بسيطه بالدوز اللي انا مديه. بالدوز اللي انا مديه. فزودت بس الاف اس اتش في الجسم حاجه بسيطه. عشان ايه؟ ماشي. لما بتدي كلوميد في الحالات بتاعت البي سي او انا بتكلم على ككلينيكال لما بتدي حالات دي ما انت ما ينفعش تدي الليتروزول لوحده في البي سي او احنا بندي ده وبيعمل معاه كومبانيشن مع ال اتش. اقول لك دلوقتي البي سي او ندي معاها ده ال اتش. فلما بتعملي كومبانيشن بين الاثنين بتلاقي الى حد ما الاوفري مع الحقن اللي انت بتديها دي بتعمل ادكشن كويس. ده كلينيكال ده في الشغل لقينا الافكت بتاعهم بيزيد. بس انا بتكلم على الفكره العامه هات حته الاندروجين انت بتقول عليها دي هات الاندروجين دي بتقول عليه انا ما بزودش الاندروجين لدرجه ان هو يعمل في الجسم يعمل هايبر اندروجينيزم ده كميه بسيطه جدا من الدواء اللي انا بديه. طيب نعم. كلوميد والتاموكسفين تاموكسفين ده تحت جروب اسمه سور سيلكتيف استروجين ريسبتور ميدوريتور. ده التاموكسفين ده هناخدها في الميجوز. لقوا ان التاموكسفين ده لما بيتاخد اكتر من 5 سنين هو التاموكسفين ده بيشتغل كاستروجين وانتي استروجين في نفس الوقت. بيشتغل استروجين في حته وانتي استروجين في حته. كاستروجين على السي في اس والبول وانتي استروجين ملوش علاقه خلاص باليوترس تمام بالاوفر والبريسترا. عشان كده احنا بنستخدم التاموكسفين في التريتمنت بتاع الكونسفرس في ماده اسمها راحه كده تمام. فانت بتدي تاموكسيفين كانتي استروجين في حالات الكانسر ريسك. طيب بعد خمس سنين التاموكسيفين بيفقد الانتفاعات بتاعته خالص فبيشتغل كاستروجين في الجسم كله. فدلوقتي لو انت اديتي تاموكسيفين في الكانسر ريسك اكتر من 5 سنين هيشتغل ايه؟ استروجين على الاندوميتريوم بعد ما كان انتي استروجين على الاندوميتريوم فيعمل لك الانتفاعات. وانت بتستخدم التاموكسيفين 5 سنين في الاندكشن هتقعدي 5 سنين تعملي الضغط على الحاله وما تجيبش معاكي نتيجه. طيب يبقى الانتي استروجين كروميد اروماتيز انهبيتور تاموكسيفين. طيب الاف اس اتش والال اتش لو واحده اديتها كروميد وانا المفروض ادي كروميد لواحده قد ايه؟ 6 شهور. انا بدي 6 شهور خلاص بقعد انوع معاها بالكروميد. فشل الكروميد في الاندكشن بتاع الكروميد اعمل ايه؟ هديها انا حقن من بره. هدي حقن ايه؟ اف اس اتش وال اتش. اف اس اتش وال اتش. هو اكتر فتره الفيميل بيكتر فيها الاف اس اتش امتى؟ وقت المينيبوز. فانا خلاص انا هجيبه من الفيميل خلاص وقت المينيبوز، وقت
الميني بوز خلاص من اليورين بتاعها هستخلص منه الاف اس اتش واعمله على حقن اعمله خلاص سنتريفيجيشن خلاص او اعمله ريكفري يا اما ده يا اما ده عشان كده بيطلع من الميني بوز يورين من الميني بوز اليورين واسمه هيومن مينوبوزال جلايدوتروفي ايه الاسامي اللي موجوده في السوق في اسامي كتيره جدا جدا موجوده في السوق في فوستيمون في مليونين سيكون ابيون وعشان حالات البي سي او صنعوا انواع من الحقن ما فيهاش غير ال اتش بس ما فيهاش غير اس اتش بس اللي هي الفوستيمون والجونا بيون الاثنين دول اف اس اتش بس ما انا عارف ان في البي سي او ال ال اتش اخباره ايه؟ عالي والاف اس اتش قليل يبقى انا مش محتاج اصلا ان كل حقنه يبقى فيها اف اس اتش وال اتش فطلعوا ان الفوستيمون والجونا بيون دول اكتر نوعين فيهم اف اس اتش بس طب الميريونال في اف اس اتش وال اتش كمان بس مين لي اف اس اتش؟ مين لي اف اس اتش تمام؟ المليونات ده بستخدمه في واحده ما عندهاش بي سي او لكن اللي عندها بي سي او بستخدمها في فوستيمون او جولاجيو ليه؟ عشان ما فيش ال اتش بي الحقن دي ما فيش غير اف اس اتش يبقى تاني قصه ان هو ملوزه جوه هو ملوزه جوه الكوفيد دي قصتها في ايه؟ واحده اديتها كلوميد ما جابتش معايا نتيجه خالص فانا عايز اديها حاجه اقوى عشان تكبر لها الفوليك اديها ايه؟ اديها انا اف اس اتش طب الاف اس اتش بيطلع منين؟ من الجليبوزا اليورين خلاص فطلعت يوما الجليبوزا جوناتوتروفي في اشكال من الحقن فيها اف اس اتش بس ودي مني مصنعه عشان حالات البي سي او وفي خلاص فيها اف اس اتش وال اتش زي المليونات ودي مصنعه في اي حاجه يعني ممكن تديها للدكشن اي واحده جين نايتش البصص اتفقنا ان جين نايتش البصص ده ما ينفعش اصلا نستخدمه لانه صعب واكسبنسيف وصعب جدا هيعمل لي ثرومبوفلوبايتس في الفين اللي محطوط فيه طول النهار والليل قاعد يدي بصص شهر كامل فما حدش بيستخدمه الصراحه. طيب وقت الاوفيليشن اتفقنا وقت الاوفيليشن اتفقنا ان انا محتاج حاجه تفرقع الفوليك ال ال اتش مش افيلابل قوي فبدي بيتا اتش سي جي هو بيتا اتش جي بيبقى موجود امتى في الفيميل؟ في البريجنسي عشان كده برضه من البريجنال تيوريز بطلعها. قلت لك اشهر حقن عندي اسمها كوريو مون بدي من امبول لامبولين كوريو مون امتى؟ وقت ما الفوليك تبقى كام؟ 18 24 مللي. كده معناها ان الاوبريشن في خلال 36 ساعة. يبقى انا بدي امبول كوريومون اللي هو البي تي اتش جي اللي هو الاي اتش لايك اكشن خلاص من امبول لامبولين وقت الاوبريشن خلاص كده كده غالبا الاوبريشن هيبقى خلال 36 ساعة. بعد ما اديت حقنة الكوريومون بروح مدي معاها دي بروجستيرون في السكند هاب قصير. فاكرين السايكروبروجينوفا اللي راس البيضة؟ خلصت البيضة نبتدي نشتغل في البني. مدي راس البني قرص الصبح قرص بالليل يعمل لك ليوتيال فيز سبورت يعمل لك سبورت دي الليوتيال فيز او كوربس فيز وده ببساطه شديده جدا في البشر يبقى فوليكولار ديفلوبمنت اوفيوليشن خلاص سبورت الاندوميتري فوليكولار ديفلوبمنت معانا بكام طريقه؟ ثلاث طرق ايه هم؟ انتي استروجين هيومن من جوزر بلاد بروفين جين ار اتش امبالسس الانتي استروجين دي في منه كام نوع؟ ثلاثة واحد كولومين اثنين أروماتيز الهيبر ثلاثة تاموكسفين تمام أشهرهم كولومين أشهرهم كولومين قرص الصبح وقرص بالليل لمدة خمس أيام القرص ده 50 مللي جرام ماكسيمم دوز خمس قرص لو واحدة عندها أمينوريا اديها سوبرود من قرص الصبح وقرص بالليل لمدة خمس أيام مشكلة الكولومين اللي بتعمل هيدك فوت فلاشز خلاص بريست بتنزل بريست لاي فاجاينا فأنا محتاج إن أنا أدي استروجين عشان يظبط نظام الرحم وفي نفس الوقت يزود السرفايكال سكريشن فبدي سايكل بروجنوفا للراس البيضاء من يوم التاسع ليوم ال 13. في ناس بتقول لك لو انت حطيت حاجات مع الكولومين زي البروفوبريبتين والديكساميثازون والساروكسين والكلام ده بيحسن او السكسس ريت بتاع الكولومين. طلعوا لي تروزول او تيمارا ملهاش اي علاقه بالسرفايكال سكريشن او الاندوميتري بس اغلى شويه. اخذنا بعد كده هيومن ملوزا جوجل بروفين دي واحده بس ما جابتش جهود من ست شهور بالكولومين فديناها اف اس اتش من بره اف اس اتش بس بطلعه منين؟ من الميليبوش. في حقن اف اس اتش وال اتش الاثنين مع بعض زي المليونات وفي حقن اف اس اتش بس زي الفوستيمون وكنا بنشتغل. بدل الاف اس اتش ده في حالات ايه؟ في حالات البي سي او انا مش محتاج ال اتش حاجه خالص في حالات البي سي او. تمام؟
طيب دخلنا بعد كده جينا ريتش قلنا ده مش موجود واكسبت صعب جدا ان انا احط بامب تفضل كل ساعه ونص تطلع باز في واحده عندها مشكله. الاوفيليشن احنا عرفنا اللي بيفرق على الفوليكل بيتا ال ال اتش بيتا اس جي ال ال اتش لايك اكشن حد يحول بيتا اس جي في وقت الاوفيليشن وقت الاوفيليشن من 18 ل 24 مللي وقت الفوليكل اللي توصل 18 ل 24 مللي بدي من امبول لامبولين. بعد كده بعمل ليوتيال فيز سبورت ليوتيال فيز سبورت خلاص وانا ادي العيله بروجسترون في السكند بامب. فهمنا الاندكشن ده بيحصل ازاي؟ لو اي واحده عايز تعمل لها اندكشن ما عندكش اي طرق ثانيه غير الاندكشن بالطريقه دي تمام؟ مشكله الاندكشن دي مشكله الاندكشن في الاوفيريان هايبر ستيميليشن في الاو اتش اس اس اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم او اتش اس اس. انت بتدي عينه اندكشن بكلوميد اي اس اتش بي دي ام ار اتش زائد بي دي اس اتش هون في التفكير اللي انت بتدي كلوميد رير الصراحه نعمل اوفيريان هايبر ستيميليشن لانه ضعيف انه يعمل حاجه زي دي. الاف اس اتش حوالي 2% بيعمل اوفيريان هايبر ستيميليشن. الجي ان ار اتش برضه رير. مع الاكس سي جي مع الاف اس اتش الكميات كبيره سهل جدا يدخلك الاوفر ده في اوفيريان هايبر ستيميليشن. خلي بالك في حاجه ان مش حقنا مثلا اف اس اتش هدخل عينه في اوفيريان هايبر ستيميليشن ولا حقنتين ولا ثلاثه. في حالات الاطفال الاربي احنا ممكن ندي عيانه في اليوم 6 حقن. في اليوم 6 في اليوم الواحد 6 حقن. 6 حقن من اليوم الثاني من الدوره لغايه اليوم ال 13 وال 14 يحسبها كده انت ممكن تدي عيانه اكتر من 70 80 حقن. وتيجي تدي اندكشن بالبيتا اتش جي انت مش هتدخله في هايبر ستيميليشن هتنفخ العيانه تمام؟ وخصوصا لو انت مش عامل لها مونيتورنج كويس. عشان كده احنا في اليوم الثاني وفي اليوم الخامس بنقيس هرمون الاستروجين بتاع العيانه دي ادي واحد. لو لقيناه عدى 600 700 في اليوم الخامس ده معناها ان مور لايف لا تخش في هايبر ستيميليشن. ادي واحد. اثنين بتشوف حجم الفوليكلز اخبارها ايه؟ يعني انت لو جيت في اليوم السادس السابع لقيت الفوليكل او الاوفر بتاعك مليان فوليكلز. طب ما ده معناه ان ممكن تخش منك في هايبر ستيميليشن. اوفيريان هايبر ستيميليشن. يبقى انت بتتابع الفوليكلز وبتتابع هرمون الاستروجين خلاص عشان تعرف عادي هتخش منك في هايبر ستيميليشن. هو كاتب لك ايه في الكتاب؟ لو لقيت وقت الاوفيليشن الاستروجين من 1500 ل 2000 ما تديش هون للبيتا اس جي. الرقم ده قليل الصراحه. احنا شغلنا في الرساله. بس خليها عندك كده ما تبقاش غير 3000. هو بيقول لك هتلاقي موجود في الكتاب ايه؟ بروفلاكتيك عشان امنع اوفيريان هايبر ستيميليشن. ان انا لو لقيت الاستروجين من 1500 ل 2000 لو لقيت ان في اكتر من 3 فوليكل حجمهم اكتر من 17 ما تديش كلوم ما تديش بيتا اس جي. ليه؟ عشان ما تدخلش العيانه في اوفيريان هايبر ستيميليشن. ده كلام فاضي. ده كلام فاضي. ايه 3 فوليكل حجمهم؟ ده انا في الاي بي اف بطلع 15 فوليكل يمين حجمهم 18 و15 فوليكل شمال حجمهم 18. انا اصلا بسحب في الاي بي اف 20 فوليكل ولا حاجه. ايه المشكله في كده يعني؟ تمام؟ فهو قال الكلام ده على مستواك انتوا حلو قوي كده. هو قال لك من 1500 ل 2000 وما تلاقيش اكتر من 3 فوليكل حجمهم اكتر من 17 مللي. لو الحاجتين دول العيال دي مور لايف هتخش في الهايبر ستيشن. هقول لك كده خالص. نعم. اكتر من 2000 ده 2000 2000 ايه؟ ما هو لو ما هو مش حاطط 1500 ل 2000 اكتر من 2000 دخل في الهايبر ستيشن على طول. انا بقول لك 8000. هنشتغل لغايه 8000. تمام لو العيانه بتستلها هرمون استروجين لقيته اقل من 8000 انا هفضل شغال عادي مش مشكله مش هكنسل السايكل. بس خلي بالك انا لو لقيت الهرمون الاستروجين ده عالي اكتر من 8000 انا بكنسل السايكل ما بديش بقى بيتا اس جي ما بديش اي حاجه عشان ما ادخلهاش فعلا في اوفيريان هايبر ستيميليشن. يبقى الاوفيريان هايبر ستيميليشن بيحصل مع الكروميد مع الاف اس اتش مع جي ان ار اتش مع بيتا اس جي. كل دول يروحوا يعملوا ستيميليشن للاوفر. يبتدي الاوفر يعمل ايه؟ يطلع استروجين يطلع بروستر لاند وبيطلع هيستامين وبيطلع فاسكولار اندوثيليال بروستاتا. ايه
يبقى لما الحاجات دي كلها كروميد مع اف اس اتش مع جي ان ار اتش مع بيتا اس جي تمام يروح للاوفر يعمل له ستيميليشن يطلع استروجين والبروستا جلاندين والهستامين والفاسكولار اندوثيليا البروستا اكوردنج لكميه الحاجات دي هتطلع لك الكلينيكال بيكتشر بتاع الاوفر هايبر ستيميليشن لو الحاجات دي طلعت بكميه مش كبيره هتعمل لك مايلد اوفر هايبر ستيميليشن لو طلعت بكميه نص نص مودريت لو طلعت بكميه كبيره طب وهي لما هتقطع الحاجات دي في سي بتعمل ايه؟ يقول لك تزود الشفت بتاع الانترا فاسكولار فلويد من جوه البطن يبقى الشفت بتاع الفلويد من الانترا فاسكولار للاكسترا فاسكولار وتبتدي تدخل العيانه في هاي بوتنشال وتدخل العيانه في ثرومبوزس ليه؟ هو الشفت العصب من الانترا للاكسترا هيقلل الفلويد جوه ثرومبوزس فالمونري امبوليزم يبتدي الكدني تنضغط يحصل هايبر كاليميا لما يحصل هايبر كاليميا يبتدي ياثر على الهارت يبتدي يحصل للعيانة دي اسيدوزس يبتدي يحصل للعيانة دي رينال فيلينج يبتدي يحصل للعيانة دي اسايتس يبتدي يحصل لها ايديما بالدورة والريكاردا ديفيوجن كل ده هيحصل من 11 انا شفت عيانه ضايل اصلا من الاشهر. عيانه اسايتس وهايدروثورس دخلت في العنايه حصلها الاسود كمان ان البريجنس تيست بتاعها طلع اسود. ده وحش؟ وهيزود الاستيميشن اكتر. ما انت بتدي الواحده اندكشن في حقن. ماشي؟ اللي هي فيس اتش بتاعي دخلها في هايبر استيميشن. انت عالجت برضه واديتها في دي اس اتش. تمام؟ ربنا كرمها وحبها. وهي اوريدي فين؟ اوفر هايبر ستيميليشن تمام طب البي تي اس ده هيعمل ايه؟ يروح مزود ان هو يطلع المواد دي فالاوفر هايبر ستيميليشن يزيد ويزيد فالفودر اتس بي تمام دخلت في اسايتس وهايبر سورس وعامل ما تلحقش ضايق في الاي سي يبقى العيله دي ممكن كل ما المواد دي زادت كل ما زادت الكلينيكال بيكشر بتاعت الاوفر هايبر ستيميليشن يحصل هاي بوتنشال ثرومبوزس برونيا امبوليزم هايبر كرينيا اسوس فيليا اسايتس ديما بلورا افيوجن بيكاردا افيوجن كل ده ممكن يحصل طيب المايلد ديجري بتاع الاوفرال هايبر ستيميليشن يحصل الفيميل دي شويه انتفاخ كده. تاخدونا انلارجمنت بسيط كده ادونا انلارجمنت وخلاص. طب في المودريت انتفاخ مع جي اي تي سنتر. يبقى في المايلد بيحصل ايه؟ من الاوفر ايه هايبر ستيميليت فجيب شويه في الحج هتلاقي عمل ادونا انلارجمنت مع شويه اسايتس عملوا ادونا انلارجمنت بس العيال ما بيحصلهاش حاجه بتعدي. طب المودريت لا الابدون انرجمنت بيزيد شويه الاسايتس بيزيد شويه يبتدي يحصل جي اي تي سيمتومز نوزيا وفوميتنج والاقي حجم السيستات جوه الاوفري خلاص كبر شويه امال السيفير مودريت زي الكومبليكيشن دي كلها زي الكومبليكيشن دي كلها يبقى تاني قصه الاوفرن هايبر ستيميليشن ايه؟ قصه الاوفرن هايبر ستيميليشن واحده خدت ريدكشن باي طريقه من الدور دول مع هرمون البيتا اس جي اللي احنا اديناه وقت الاوبريشن ابتدى الاوفري يحصل له ريدكشن طلع ايه؟ بروستا جلاند المستمين وماسك انسان بروستا الحاجات دي كلها هتعمل ايه؟ شفت البلور من انترا باستا لانترا باستا هاي بوتنشال فورموز لو هي بوليت مايبر كلينا سيلوز هنا تري اسايتس ايديما بلور وكاردا ديفوجن الكلينيك الفيشن اكوردنج لكميه المواد دي والله لو قليله هتعمل لك ابدون انرجمنت طب نص نص ابدون انرجمنت مع جي اي تي سيمتوم طب سيفير كومبليكيشن انت شايف ازاي اعمل مانجمنت اوفر هايبر بروفلاكتيك بقى زي ما كاتب لك في الكتاب ما تديش بيتا اس جي والاستروجين كام؟ 2000 ميكروغرام في المل وما تديش بيتا اس جي لو لقيت اكتر من 3 كولك حجمهم اكتر من 17 طبعا ده كلام قليل زي ما قلت لك طيب واحد دخلت في اوفرال هايبر ستيميليشن والله المايك ده ملوش علاج راح اديت سيفتي ريسك على قد ما تقدر وان شاء الله الموضوع هيفك لوحده طيب المودرنت السيفير بعمل لهم ريسك وبحجزهم في المستشفى عندي العينه دي ايه؟ واحد انترا بيتا فلويد هديها انتي بروستا جلاندي هديها انالجيزك انتي بروستا جلاندي يقلل لي القصه دي شويه خلاص هديها انالجيزك عشان البين الرهيب بتاع العينه بتبقى بطنها منفوخه لدرجه بقول لك تحط الصنار على البطن العينه تلاقي ما هو الا اوفري منفوخ قد كده تمام يبقى انترا بيتا فلويد انتي بروستا جلاندي انالجيزك ما تفحصش العينه دي
ليه؟ ممكن تفحصها تربش الله، انا بقول لك الاوفري تربش الله فولك الفولك زي تدي العيانه دي هبل وتديها كمان البيوريا تديها هبل الاسترومبوز تمنع الاسترومبوز. طب البيوريا بزود الانكوتيك بريشر هنا لما بدي البيوريا، فلما بزود الانكوتيك بريشر بمنع تحويل او الشفت بتاع الفلويد من انترا فاسكولار لاكسترا فاسكولار، يبقى العيانه دي فعلا تيبيكال بتمشي على كده، العيانه بتخش العيانه بتمشي على كده فعلا. فديها انترابينا سلوز، فديها هيبرين، فديها البومين، ودلوقتي في ستادي اتعملت ان هما بيدي كمان برومو كريبتين. لقوا ان لما بيدي برومو كريبتين بيقلل الشفت بتاع الفلويد من انترا فاسكولار لاكسترا فاسكولار، وبيقلل طلوع الماده بتاعت الفاسكولار اكسيليا جروس فاكتور. ايه البرومو كريبتين ده؟ اللي هو هناخده في هايبر بلاكتين اللي بتاعت برومو كريبتين. برومو كريبتين دي حته كده كانت موجوده عندك في الفيلم. يبقى البرومو كريبتين بيدوه مع العلاج بتاع الاوفيرين هايبر ستيميليشن دلوقتي، لو انه بيقلل القصه بتاعت الاوفيرين هايبر ستيميليشن. يبقى المانجمنت بتاع الاوفيرين هايبر ستيميليشن انترافينس فلوس، هاتي بوستا جلاندن، انرجيزك، هيبرين، البومين، وبرومو كريبتين. برومو كريبتين بيقلل باسكو انسيلا جروس فاكتور، وبيقلل الشفت بتاع الفلوس من الاكسترا باسكو دي الاكسترا باسكو. الاوفيرين هايبر ستيميليشن ده مهم جدا 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 جدا. يبقى تاني كده خلصنا الاوفري. يبقى الاوفري الكلام عن الاوفري ثلاث كلمات، اول حاجه كوزس، ثاني حاجه تستات، ثالث حاجه ازاي اعمل مانجمنت. الكوزس بتاع الاوفري فاكتور قلنا الاوفري تقريبا كام في الميه؟ 30% اهم سبب ليه برايمري فيرتيليتي. دخلنا على كده قلنا الكوزس واحد ايوه سلامه فيرتيليتي، ايوه سلامه فيرتيليتي دخلنا بعد كده على ال LH، رئيس هرمون ال LH، لو لقيت في ال LH معناه ان ال 36 ساعه بقيسه في اليوم. تمام، بعد كده البروجسترون اقل من 5 الانوفيليشن 5 ل 10 اكثر من 10 هرمون بقيسه في اليوم 21. بعد ايه الاوفري؟ فولكلوميتر سيريال ترانس فوجينال الترا ساوند دومينت فوليكل 13 24 كيلو ما يحصلهاش رينكج بعد كده ولا في كيلو في الدور مستر. انا بعد كده اليوترس بعمل تيست اسمه ريستروس لقيت اندر بروليفريتيف يبقى انوفيليشن سكريتوري انوفيليشن. دي فرق بين الايدج الاثنين اكتر من يومين كولوجين توكسيسي وبشخص بي تي بي انوفيليشن تي بي انوفيليشن سيرفيس اندر افكت اوف استروجين فاجينا استروجين دخلنا على الاندكشن. انا غرضي في الاندكشن ثلاث كلمات، واحد كبر الفوليكل، اثنين واعمل سبورت ليه الاندوميتر. كبر الفوليكل ازاي؟ انتي او اتش ام جي او جين اورينج. عندي استروجين عندي كام نوع؟ واحد اثنين ثلاثة تاموكسيفين اشهرهم هو كولومين 50 مللي جرام قرص مره الصبح ومره بالليل لمده 5 ايام، اليوم الثاني او اليوم الخامس. فدي مده 6 شهور. مشكلته بيعمل هيدك سبوت فلاشر سلينج وريفيشن بريست ليس وبيعمل دراي فاجينا. طب عايزين نعالج دراي فاجينا دي نعمل ايه؟ ايه سايكو فاجينوفا للراس البيضاء من اليوم التاسع لليوم ال 13 هيظبط لك بطانه الرحم ويظبط الاتوميترا لايف. انا بعد كده قلنا الاتروزول ما فيهوش القصه بتاعت الايه؟ اللوكال. خلع فيها ال اتش ام جي، ده ال اف اس اتش، ال اف اس اتش في منه اف اس اتش بيور وفي منه اف اس اتش وال اتش، ال اف اس اتش لوحده ده في حالات بي سي او، اف اس اتش وال اتش في اي واحده عادي بنعملها اندكشن، تمام؟ بندي المفروض اصلا ان احنا بندي الحقن دي ليها بروتوكول هو كاتب لك في الكتاب بديها في اليوم الثالث والخامس والسابع والتاسع، تمام؟ طبعا كلام فاضي هو ده ليه بروتوكول خاص بيه كده اصلا مختص الحقن دي، تمام؟ عايزين نفرع الفوليكل هنفرعها ازاي؟ بندي بيتا اس جي اللي هو ليه ال اتش لايك اكشن، بندي امتى؟ لما الفوليكل تبقى حجمها كام؟ 15 تبتدي ادي من امبول لامبولين كل يومون 5000 ل 10000 دي فرقعني الفوليكل. بعد كده بعمل سبورت دي الاندوميتريا عن طريق البروجستيرون
اوفرال هايبر ستيميليشن بيحصل. انا عملت ستيميليشن للاوفر الكروميد والانتي استروجين والاف اس اتش هرمون جزء كويس وفي الكلام ده كله مع البي دي اس جي. ابتدى يعمل لي اوفرال ستيميليشن، طلع المواد ايه المواد اللي بيطلعها؟ استروجين وبروستاجلاندين استامين باسكولار انسيلر بروستاجلاندين. كوبلنج المواد دي هيطلع كلينيكال ريبشن مايلد ومودريت وسيفير. تمام مايلد هتقول لارج مين مودريت تاني حاجه التيوب. التيوب اللي لسه سباها حوالي 25%. عايز اعرف التيوب كام كلمه؟ ثلاثه برضه. ايه هم؟ كوزز ستات مانجمنت. كلام جميل جدا. ايه الاسباب بتاعتي؟ قلنا اول معلومه عن التيوب اللي هي ذا موست كومن كوز اوف سكندري انفيرتيليتي. ده من اهم الاسباب اللي تعمل لي سكندري انفيرتيليتي. نفس الاسباب كونجنتال بتاعت الاكتوب كونجنتال كروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. هتكتب لي بس ان هنا في الـ في, في الانفيرتيليتي بيحصل كومبليت اوبستراكشن للتيوب، لكن هناك جزء جزء فيه ادهيشنز وجزء مفهوم، جزء اللي مفهوش هيحصل فيه التيوب. لكن ده كل التيوب مسدوده. كل التيوب مسدوده. طيب كونجينيتال هايبوبليزيا نفس القصه بتاعت الاكتوبيس كانت ايه؟ هايبوبليزيا او اكسسوري اوستيا او كونجينيتال ابسنس اوف السيليوم. تروماتيك اي تروما ليه التيوب بوظتها. انفلاماتوري قلت لكم ده ساعتها ده اهم سبب. البي اي دي من اكتر الاسباب اللي بتعمل لي كده. كلاميديا وجونوريا، قلنا الكلاميديا اكتر من جونوريا. يبقى اكتر سبب بيعمل اكتوبيك وانفيرتيليتي البي اي دي الانفكشن. انفكشن اشهر سبب يعمل القصه دي. نيو بلاستيك اي تيومر جنب التيوب عملت لها كينك اند ريوديشن، قالت التيوب دي ما ينفعش يحصل فيها ايه. يبقى هي نفس اسباب الاكتوبيك بالظبط، تيبيكالي نفس اسباب الاكتوبيك. اوعى تنسى الاندو ميتريوزس. الاندو ميتريوزس ده بيتحط لوحده كبريتونيال فاكتور او ممكن يحطوه مع التيوب. بيتحط مع التيوب او بيتحط كبريتونيال فاكتور. كبريتونيال فاكتور ايه؟ انه بيعمل بريتونيال ادهيجنز. يعني بيعمل حوالين التيوب ادهيجنز. انا عايز اقول لك ان الاندوميتريوزس ده بيعمل انفرتيلتي بنسبه 10 ل 25% من الحالات اللي عندها انفرتيلتي اكتشفوا دلوقتي سببها الاندوميتريوزس. الاندوميتريوزس ده من اهم الاسباب اللي بيعمل انفرتيلتي. 10 ل 25% من الحالات بتاعت الانفرتيلتي سببها الاندوميتريوزس. ده بعتبره تبع البريتونيال فاكتور لانه بيعمل بريتونيال ادهيشنز. خلاص وبيعمل ادهيشنز حول التيوب. في ناس بتحطه مع التيوب. يبقى كونجينيتال كروماتيك انفيرتيليتي بس. انا كده عرفت الكوزز بتاعت التيوب ايه، ما خدتش حاجه جديده. نفس اسباب الاكتوبيك والصبيك. عايز اعرف التيوب بتاعتي شغاله ولا مش شغاله؟ عايز اعرف التيوب بتاعتي دي سليمه ولا مش سليمه؟ اول تيست هعمله وده اهم جسم. هيسترو هيسترو مش هيستو. الناس بتقول هيسترو. سالبنجو جرافي داي زائد اكس راي. هيسترو يعني اطرس. سالبنجو يعني تيو. جرافي يعني داي واكس راي. أول حاجة التيست ده بيتعمل إمتى؟ بيتعمل إزاي؟ إيه الكومبليكيشن بتاعتي؟ وإيه كمان الكومبليكيشن؟ طيب ناس كتيرة جدا. أيوة يا دكتور أنا الدكتور بتاع النساء بتاعي قال لي إعملي أشعة بالسبب بس أنا مش عارف إيه. والله ولا أنا يا ابني معرفش أنت تمام؟
خطر جدا ان انت ما تعرفش على التست ده تعمله ايه. انت ممكن تدخل عيله دي في امبوليزم واندوميتريوزس، انت ممكن تعمل لها ابورشن لو هي بريجننت. عشان كده احنا التست ده لازم لازم يتعمل من يومين لخمس ايام افتر اند اوف انستروجيشن. يعني الاستروجين خلصت النهارده، عدي يا ستي 3 4 ايام وروح اعملي التحليل او اعملي الاشعه دي. يبقى بيتعمل من يومين لخمس ايام افتر ذا اند اوف انستروجيشن. طب ليه ما يتعملش قبل الانستروجيشن؟ عشان ممكن تكون العيانه بريجننت وانت تعمل لها ابورشن. طب ليه ما تعملهاش وقت الانستروجيشن؟ سهل جدا تعمل لها اندومتريوزس. ما هو انت بدل ما السيرال فلويد تنزل لتحت انت بتعمل سكشن بتعملها لفوق، تمام؟ فسهل جدا يعملها اندومتريوزس. وبعد الانستروجيشن على طول سهل جدا يحصل امبوليزم، لان في شويه بلاد فيسلز مفتوحه مع زياده البريشر اللي انت بتدفع بيه، سهل جدا انها تخش جوه بلاد فيسلز المفتوحه خلاص تعمل لك امبوليزم. يبقى التست ده بيتعمل امتى؟ من يومين لخمس ايام افتر ذا اند اوف منستريشن. مهم جدا معاك والله، في نواب ما يعرفش، نواب لسه ما يعرفش اصلا التست ده بيتعمل امتى. يعني من يومين لخمس ايام بعد الاند اوف منستريشن. قبل يعمل ابورشن، وقت يعمل اندوميتريوزس، بعده على طول يعمل امبوليزم. يعملوا ازاي التست ده؟ تجيب العيان تعادى في اللايزوتوم بوزيشن، تبتدي تمسك السيرفس وتحقن السبكه. السبكه دي بتتحقن بكلمه اسمها انسفليشن كانيولا، اسمها انسفليشن كانيولا. بتعمل حاجه من الاثنين، يا اما ليبيدول، في سبكه اسمها ليبيدول، يا اما يورو جرافين. يا ليبيدول يا يورو جرافين. الليبيدول دي بتتكون من يود واويل، هنا يود ووتر. طيب دي بيتر دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. اشمعنى؟ الزيت تقيل، فلما بتحقنه بيديك صوره اوضح. وممكن كمان يكون في حته ميوكس قافله هنا التيوب هنا، لما الزيت التقيل ده تعمل له بوش، تمام؟ ممكن ياخد حته الميوكس ده وينزل. فعشان كده بيتر دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. بس مشكلته في ايه؟ انا بصور كام فيلم اصلا بالسبكه دي؟ بصور فيلمين. بصور فيرست فيلم وبصور فيلم كمان بعدها. أول فيلم بيشوف لك إيه؟ اليوترس والتيوب، ده أول فيلم. طب السكند فيلم، الصبغة دي بتنزل فبتصور لك البريتون. يبقى أول صبغة بتصور اليوترس والتيوب، وتاني صبغة بتصور البريتون. عشان كده أنت بتعمل إيه؟ لو العيلة واخدة يوروجرافين، المية أخبارها إيه؟ قليلة، يعني المية الكثافة بتاعتها قليلة. فتيجي تروح حقن لها الصبغة اللي هي اليوروجرافي ومصور، وبعد كده تقول لها اقعدي نص ساعه وتعالي لي، يكون ايه اللي حصل؟ نزلت الصبغه دي انتشرت في البريتون بعد نص ساعه. لكن دي تقول لها وتعالي بكره بعد 24 ساعه، لغايه ما ربنا يكرمك ان شاء الله والصبغه تنزل تنتشر، تمام؟ بعد 24 ساعه. يبقى دي مشكلتها ان السكند فيلم بعد 24 ساعه. لكن دي هي دي لسه ثيرابيوتيك اند دايجنوستيك، بس السكند فيلم امتى؟ بعد نص ساعه. بعد نص ساعه. يبقى تاني قاعد العين في الدايجنوستيك بوزيشن، بمسك السيرفكس وبدخل السفليشن كانيولا وابتدي احقن السبب. يا اما ايه يا اما ايه؟ يا ليبيدول يا يوروجرافين. الليبيدول اي 2 زائد اي، يوروجرافين ووتر واي 2. بيتا دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك، سكند فيلم على 24 ساعه، هنا سكند فيلم بعد نص ساعه. طبعا هنا كمان الاويل ممكن يعمل اويل امبوليزم. كده ممكن تعمل اويل امبوليزم، دي برضه من الكومبليكيشن بتاعتها. ممكن يحصل اويل امبوليزم. دي بتتعالج ازاي؟ لو تاخد شويه ميوكس وصاغ كده خلاص تاخدهم وتنسى. او اديشنز. مش هتسيبها.
بتصغر الليجنز ما كانش حد غلط. كان زمان الكلام فيه زمان حاولوا دلوقتي زمان لما كانوا بيعالجوا زمان بحاجه اسمها هايدروتروبيشن بيحلوا حاجات جوه التيوب. يعني ايه؟ لما يحلوا مثلا حاجات تفك الليجنز وانتبيوتيك او انفلاماتوري يفك الليجنز جوه. طبعا ده كلام فاضي. يبقى بيتعمل انت الاكس راي دي تتعمل من يومين لخمس ايام بعد الاندو ادمنستريشن. ليه ما عملهاش قبل؟ عشان ما يحصلش ابورشن اندو متيوز ممكن يحصل امبوليزم على طول. طيب تتعمل ازاي؟ بجيب العينه احطها على الزيتو بوزيشن وامسك السيرفس بانسفيشن كانيولا وابتدي احقن الايه؟ احقن الصبغه بتاعتي. بصور فيلم دلوقتي وصور فيلم بعد نص ساعه وانا بستخدم يوجرافي. طب انا مستخدم الليبيدول بعد 24 ساعه تمام؟ طيب المفروض ان انا وانا عندي هنا بولي عندي فالتورين عندي اديشن ساعتها بتلاقي ايه؟ التيوب مقفول كده. هي الصبغه ما دخلتش اصلا ولا في سكن بتفيد ولا في اي حاجه. ليه؟ عشان خلاص الصبغه غويت هنا في الحتتين دول تمام؟ يبقى بتعرفك مكان كمان اوبستراكشن. بتعرفك كمان اوبستراكشن. المفروض في السكند فيلم تنزل تنتشر الصبغه انتشار كامل في البريدو. بيقول لك ايه؟ بوزيتيف بريدونيال سبيلز. يعني نزلت الصبغه انتشرت انتشار كامل في البريدو ده نورمال. ده كده معناه ان مفيش بريدونيال اديشنز. اما لو لقيت حته عامله كده ده معناه ايه؟ ان الصبغه انتشرت في الحته دي، اتجمعت في الحته دي وقفت. ده اسمه لوكيوليشن. اللوكيوليشن ده انديكيت ان في اديشنز في الحته دي. يبقى تاني فيرست فيلم والسكند فيلم شوف اليوتراس والتيوب. شوف في اديشنز مقفول بقى من اي حته بالظبط، هتلاقي الصبغه وقفت عند حته ما كملتش. ما كملتش ليه؟ عشان في اديشنز. طب السكند فيلم بيشوف لك ايه؟ بريتون. المفروض الطبيعي ان انا بلاقي ايه؟ بوستر بريتونيال سبيل. يعني ايه بوستر بريتونيال سبيل؟ نزل انتشر انتشار كامل في البريتون. لو لقيت حصل اوكيوليشن معناه ان كده في اديشنز. اديشنز في اديشنز تمام؟ ده اللي انا بشوفه بيه في القصه بتاعت الهيدروس. شكرا. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ايه الكومبليكيشن؟ اهو ابورشن اندوميتريوزس امبوليزم. لو واحد عندها بي اي دي هيعمل لها السيندنج الانفكشن صح؟ عشان انا بحقن صبغه يعمل لها السيندنج الانفكشن. المانيبيوليشن اللي انا بعملها ممكن تعمل تروما للسيرفكس. انا بمسك حاجه للسيرفكس واحده ممكن اعمل تروما للسيرفكس. في عيانين تقول لك يا دكتور انا حساسه ولازم اعمل بانستيزيا. لازم اعمل التيست ده بانستيزيا تمام؟ تعمله بانستيزيا كومبليكيشن من انستيزيا تمام؟ احنا في الطبيعي ما بنعملوش بانستيزيا ولا حاجه. في الطبيعي ما بنعملوش بانستيزيا ولا حاجه، الموضوع سهل مش اي حاجه. بص تعمل في السيرفكس ده اي حاجه. الكول انفخه اعمل في السيرفس اي حاجه الا حاجه واحده بس. طيب هنعمل كوترايزيشن على الصح. على الصح هنعملها كوترايزيشن تمام؟ والعيال ما تحسش باي حاجه لكن الا السرفايكال دايليتيشن. عندنا لما السيرفس بيفتح السمسات نيرف فايبر اللي حواليه شد فبيعمل بين مع بيشد عليه السكر الليجمنت بيعمل بين. لكن هو اصلا السيرفس ما فيهوش نيرف فايبر يحس السنسيتيفيتي بتاعته ضعيفه جدا تمام؟ مفيش مشاكل في الصبايا ده رايح مفيش مشكله منها فتحرق السيرفكس زي ما انت عايز مفيش مشكله مش هتحس بيه اصلا تمام؟ لكن الا سيرفايكال دايليتيشن. يبقى الكومبليكيشن ابورشن اندوميتريوزس امبوليزم. قلنا اويل امبوليزم ممكن يحصل، ممكن في هايبر سنسيتيفيتي لليود. اليود ده ممكن يبقى في ميل في هايبر سنسيتيفيتي منه تمام؟ هايبر سنسيتيفيتي لليود اسندنج الانفكشن كل دي كومبليكيشن. طيب ايه تعمل هيستوسايتوجن؟ واحد كتست اوف اوفيليشن كتست اوف سوبر فاكتور اوف انفيرتيلتي. ادي واحد. ايه كمان؟ بيفور اند افتر بولي بيكتو. لو عيانه عندها بولي البولي لما بخش اشيلها بتكمبليكيت بادهيجنز. فانا بعملها قبل كانفستيجيشن في سوبر فاكتور اكتشفت ان الفيميل دي عندها بولي عشان انا بشوف اليوترس في الفيرست فين لقيت فيه بولي. دخلت شلتها وبعد ما شلتها عملت اشعه صبغه تاني. ليه؟ عشان نشوف حصل اديشنز هتجي من فوق ولا افتر ولا بيكتو. ممكن نعمله في ميزد اي او دي. مش لاقي مكان الاي او دي فين؟ فلما هتعمل اشعه في الصبغه هتعرف يبقى كمان في الميزد اي او دي. يبقى في التيوبر فاكتور بيفور اند افتر ما يوميكتومي. بيفور اند افتر ما يوميكتومي. هناخده في الابورشن في الابورشن تمام؟ في السرفايفل انكومبتنس لما يكون السيرفكس مفتوح. بنحقن ونصور نلاقي السيرفكس عامل فانل شيب. يبقى كمان بشخص بيه سيرفايكال انكومبتنس. يبقى كل دي انديكيشن اوف هيسترو سايتوجن. مهم جدا جدا جدا. وانا ليه قلت لكم بالتفصيل قوي كده؟ ليه بقى؟ مش بقى في سؤال مهم جدا جدا جدا
هسألوا لك الشفوي. قال لك لو اتنين قابل داخلنا ماشي وبيقول لك احنا عندنا مشكله عدى علينا سنه ومش عارف ايه الكلام الفاضي ده وعايزين نعمل انفستيجيشن بس احنا معاش فلوس كده نبتدي بايه في قصه الانفستيجيشنز دي كلها؟ حاجه اسمها انيشيال بيزك انفستيجيشن اوف الفيرتيليتي. ايه الحاجات اللي تبتدي بيها تمام؟ ما انت مش معقول هتعملها مول للكلام ده كله عيال معاش فلوس. ثلاث حاجات سيمي اناليسيس هيسترو سيربيجيوغرافي والبروجستيرون اللي ملاحظه يا شباب. دول انيشيال بيزك انفستيجيشن اوف الفيرتيليتي. ده سؤال مهم جدا. يبقى الانيشال بيزك انفستيجيشن اوف فيرتيليتي الهيسترو ما مش معقول هيجي لك سؤال مثلا 15 20 درجه وما تكتبش الهيسترو سبيج جرام اللي بيحصل في اليوم الثاني وبيعمل كومبليكيشن تست. لازم تزود على قد ما تقدر تعمل انفستيجيشن تحت كل الكومبليكيشن دي. يبقى الهيسترو احنا شرحناه بالتفصيل كده عشان السؤال بتاع الانيشال بيزك انفستيجيشن اوف انفيرتيليتي. ده الهيسترو سالفينجوغرافي. ده الهيسترو سالفينجوغرافي. موضوع سهل خالص. مفيش أي مشاكل. وده أشهر حاجة بعمل بيها. طيب. تستنى اللي بعده. عايزك تعرفها لي أسامي بقى. اتنين هايكوزي. حاجة اسمها هايكوزي. هيسترو سالفينجو كونتراست سونوجرافي. هيسترو سالفينجو. هيسترو سالفينجو كونتراست سونوغرافي. وده حلاوته ايه بقى؟ حلاوته ان انا ممكن اعمله في العياده. ده بدل ما كنت بحقن سبجه واصور باكس راي، لا بحقن سلايد وابص بالالترا سلايد. ممكن اعمله في العياده. ممكن اعمله في العياده. سلايد والترا سلايد. فايده السلايد ايه؟ انها بتوضح لي الصوره. الصوره بتبقى جميله قوي. انت لما بتشوف بيبي كده في شويه فلويد حواليه كتير شويه تلاقي بيبي باين قدامك ايه؟ تمام؟ بعكس لو في اوليجوهيدرات. انا لما بتحقن صلاين وبتبص للالترا ساوند بتحقن صلاين وبتبص للالترا ساوند خلاص الصوره بتوضح اكتر. طب ايه الانديكيشن بتاع الهايبوزي؟ نفس تقريبا الهيستولوجي بس ابعد عن البريتون لانك بتشوف حاجه في البريتون. انت القصه كلها هتشوف لو في بولينج هنا هتشوفها واضح. لو في ماس في التيوب هتشوفها واضحه، لو في سيرفايكال بوليم هتشوفها واضحه، كل ده هتشوفه بالهايكوز. يبقى الهايكوز انا عايزك تعرفه اسم بس. هو اشهر حاجه واكتر حاجه بنستخدمها الهيسترو سالفينجوغرافي. يجي بعديه الهيسترو سالفينجو كونتراست سونوغرافي اللي هو الهايكوز. ممكن والله استخدم كمان الهيستروسكوب. ممكن استخدم اللابروسكوب. الهيستروسكوب هيبص لي على الحته دي. اللابروسكوب هيبص لي على الفيمبريال اند. صح؟ الهيستروسكوب هيبص من تحت الحته دي واللابروسكوب هيبص للحته دي. خلاص؟ ده اسمه تيوبوسكوب. تيوبوسكوب فالبلو سالفينجو هبص بالهيستروسكوب لتحت واللابروسكوب من فوق. على فكره احنا لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي مش عارفين يوصلوا لاي انفستيجيشن للفانكشنال بتاعت التيوب. انا كل اللي بعمله ايه؟ تيوبا بيتنسي تيست. لغايه دلوقتي مفيش حاجه كده تيست يقول لي التيوب شغاله كويس. ممكن تكون تيوب بيتا بس السيليا مش شغاله. لغايه دلوقتي لسه مفيش حاجه اسمها تيوبا فانكشن. مفيش لسه طلعوا الفانكشن دي لغايه دلوقتي. يبقى ممكن اعمل هيستروسكوب ولابروسكوب. نتكلم كلمتين عن لابروسكوب. بتعمل ازاي اللابروسكوب ده؟ اولا اللابروسكوب اي عمليه هتعملها في النساء اعملها بوست منسترو. اشمعنى؟ عشان الكونجيشن يبقى قلل شويه. بوست ماستر بعمل ايه؟ بفتح فتحه تحت الامبلايكس تمام وفتحه يمين وفتحه شمال. فتحه تحت الامبلايكس دي اللي هدخل منها التروكر وادخل منها الكاميرا واليمين والشمال اللي انا هبتدي اعمل بيهم مانيبيوليشن تمام. وبننفخ البطن على CO2 خلاص ببريشر معين عشان لما اجي ادخل بالكاميرا ما اعملش انجري اي اورجن تحت تمام. سهل جدا تعمل انجري لو انت ما نفختش البطن كويس. يبقى افهم من كده ايه الكومبليكيشن بتاعت اللابروسكوب. من الاناستيزيا في الاول انا من تم اناستيزيا ادي واحد كومبليكيشن انجري اي انجر اي اوركم. لو نفخت البطن في سب كوتينيوس تعمل نيمو بوردونيه. ما انت ما نفخت ما دخلتهاش جوه البطن انت نفخت تحت الجلد خلاص تعمل نيمو بوردونيه ادي كومبليكيشن. طيب بتخش ايه فايده اللابروسكوب؟
والله انا ممكن اللابروسكوب استخدمه دايجنوستيك واستخدمه كمان ثيرابيوتيك. في اليوترس وفي التيوب وفي الاوبري وفي الاندومتريوزس. احنا قلنا من الكلمات المقصوره اللي احنا خدناها ان اللابروسكوب تيز ذا جولد ستاندرد في الانفستيجيشن والدايجنوزس والتريتمنت اوف اندومتريوزس. تمام؟ يبقى في الاندومتريوزس كدايجنوستيك وكثيرابيوتيك الاثنين مع بعض. طيب في اليوترس اخش كده ابص بصه الاقي الفيميديا ما بتحملش ليه؟ اليوترس بتاعها هايبوبلاستيك صغير. انا ما كنتش عارف اشخصه بالقدر صح، دخلت لقيته صغير. لقيت اليوترس بتاع الفيميديا كده. هايكولو اليوترس. باي كولو اليوترس. وارد. خلاص تقريبا كولو. في سبتم. هو انا ممكن افرق بين ده وده؟ الهيسترو الهيسترو يعرف ان في حاجه في الوسط كده بس ما يعرفش يفرق هو ده بايكون ولا سيبتو. يعني الهيسترو سالفيجوجرافي هتلاقي هتلاقي صورتين طالعين كده. طب ده سيبتم ولا بايكون؟ ما اعرفش مش هتعرف تفرقها بالهيسترو. ما تفرقها ازاي باللابروسكوب؟ اللابروسكوب هتلاقي الفندس في السيبتم نورمال ما فيهوش حاجه مش بيفت مش مقسوم. تمام؟ لكن هنا هتلاقي مقسوم لان ده بودي وده بودي. في مشكله في المولينا الضغط وهي بتتكون خلاص فده بودي وده بودي. بيتشخص كمان بال 3 دي الترا ساوند. 3 دي الترا ساوند عشان ده سؤال مهم جدا في الشغل. يقول لك ازاي تفرق بين البايكورنيو يوتروس والسبتيت يوتروس؟ قول له بال 3 دي الترا ساوند. 3 دي الترا ساوند خلاص ممكن لابروسكوب لو انت فتحت بصيت هتعرف القصه دي. تعرف الفرق ما بينهم. يبقى ممكن تشوف هايبوبلاستيك يوتروس سبتيت يوتروس بايكورنيو يوتروس. ممكن تشخص ار بي اس صح؟ بيقدر اسمع له ورا. طيب بنستخدمه في ايه كثيرابيوتيك؟ في العمليات البنتري سسبنشن. يعني انت فكيت الادهيشنز بتاعت الار بي اس خلاص بتاخد الراوند ليجمنت وتعلقه في الارتا الشيس. دي كانت التريتمنت بتاع الايه؟ فيكسد ار بي اس. هناخدها ان شاء الله في البرولابس. هناخد نتكلم عنها في البرولابس. تمام؟ يبقى كنت بعمل بيها فنتري سسبنشن ان انا برجع بفك الادهيشن بتاعت الفندس واعلق الفندس فين؟ في الريوتر شيز براوند ريجر. طيب التيوب بشخص ايه في التيوب؟ بشخص في اي بي بشخص هايدرو سيرفيس بشخص بالتيوب الادهيشن وبعمل بلابروسكوب بريتيوب الادهيزو بايسس. بعمل ادهيزو بايسس وبعمل تيوب بلاستي. تيوب بلاستي عمليه تسليك الانابيب. عمليه تسليك ادهيزو بايسس وتيوب بلاستي. طيب بشخص ايه في الاوفر؟ بي سي او. عملنا ايه في البي سي او المره اللي فاتت؟ جريلين. وممكن اعمل سيستكتومي في الاندومتريوز زي ما اتفقنا. خلاص دايجنوستيك وثيرابيوتيك. يبقى ده الانديكيشن بتاعت اللابروسكوب ازاي بستخدمه وايه الكومبليكيشن بتاعته. طيب قلت لك ممكن نعمل نيموبروتينيوم انجري لاي اورجن ممكن يعمل لك كومبليكيشن من الاناستيزيا. كل دي كومبليكيشن ممكن تشوفها من اللابروسكوب. لقيت تحت ثلاث فتحات ننفخ البطن بسي او 2 خش الكاميرا يمين وشمال ابتدي اعمل مانيبيليشن. عرفت ان هو دايجنوستيك وثيرابيوتيك. عرفت يدرس التيوب الوتر. يبقى ايه تاني تيوبر بيتنسي تيست؟ واحد هيستروسالفيجوجرافي، اثنين هايكوز، ثلاثة هستروسكوب، أربعة لابروسكوب. في خامس حاجة كمان اسمها تيوبال كانيوليشن. وده كلام خرافي شوية. تيوبال كانيوليشن. زي كانيولا كده بدخل من السيرفكس ليها كلب معين وابتدي أعمل كده في الكورني. أنا آخر أوصل للكورني بس. هخش إزاي بقى؟ مش هينفع. ادخل الكورنيو بس. قال لك لو في بروكسيمال اوبستراكشن يعني انت لو عملت هيسترو اشعه الصبغه ولقيت الصبغه وقفت هنا. يبقى عندك الاوبستراكشن فين؟ هنا. فممكن اخش بالتيوب الكانيولا دي الكانيولا دي خلاص واعمل ديسولف للجزء اللي موجود ده. ممكن يكون شويه ميوكس الصبغه ما عرفتش تنزلهم فانا لما اخش اعمل تيوب الكانيوليشن اشيلهم. الفوا حاجه ثانيه كمان اسمها ترانس سيرفيكال بالون دايلتيشن.
عارفين كان في حالات الستون او حاجه بدخل زي البالونه كده ورا الستون وتتنفخ البالونه واروح شايل تروح الستون نازل. نفس القصه برضه تمام، اسمها ترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن. ترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن. يبقى انا عندي تيوبال كانيوليشن وترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن. ترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن لو عندي حاجه اورجانيك موجوده في الكورنيو بتاع التيوب انا مش عارف انزلها بالتيوبال كانيولا، والتيوبال كانيوليشن لو شويه ميوكس تمام حاجه ان اورجانيك زي شويه ميوكس ممكن بالتيوبال كانيولا انزلها. التيوبال كانيوليشن دي برضه ميثود من الايه؟ من الحاجات بتاعت التيوبال بيتا 6. طب ايه المانجمنت بتاعت التيوب؟ واحده جات لي عملت لها هيسترو لقيت في مشكله في التيوب، اعالجها ازاي؟ ايه المانجمنت اللي اعمله في واحده عندها تيوبال فاكتور في انفيرتيلي؟ واحد بروفلاكتيك، اثنين بروفلاكتيك. يعني ايه؟ يعني امنع اصلا ان يحصل ادهيجنز للتيوب دي وانا بعمل اي عمليه. ده احنا بنعمل قيصريات وتشوف والله العظيم هذا تلاقي الابره بتاعت اللي انت بتخيط فوق هتضربك تيوب يمين، هوب هتضربك تيوب شمال. فمتوقع ان معايا دي شويه كده تلاقي التيوب دي عملت ادهيجن، حصل بليدنج خفيف، حصل بليدنج خفيف. التيوب دي الكاليبر بتاعها ضعيف جدا تمام، سهل جدا لو انت شغال تعمل كراشنج للتيوب تبوظ. يبقى بروفلاكتيك وانت شغال اي مايكرو سيرجري تخلي بالك ان انت ما تعورش التيوب. طب تخلي ازاي؟ واحد تفتح وايت انفيجن سيجن واسع يبقى عندك جود لايت اضاءه كويسه، تعمل هيموستيزيس كويس على قد ما تقدر. بدل ما تعمل كوترايزيشن استخدم الليزر احسن من الكوترايزيشن. الكوترايزيشن بتعمل ادهيجنز اكتر. كانوا زمان بعد ما بيخلصوا اي عمليه بيحطوا تالك باودر، يقول لك التالك ده ايه؟ كان بيقلل الاديمة شويه. لو انه بيعمل ادهيجنز يبقى افويد التالك باودر، وطبعا فاين مانيبيليشن علشان ما تعملش انجري. ده بروفلاكتيك ان انا امنع ان انا اعمل انجري للتيوب في اي عمليه انا بعملها. حاجه بروفلاكتيك. خلاص كده يعني. طب خلاص خلينا فعليا بقى، واحده جات لي عندها تيوب فاكتور كونفكتيفيتي، اعمل ايه؟ يبقى بروفلاكتيك امنع بوينت افيشنت جود دايت جود هوموستيزيس. لما اجي احرق حاجه او اطفي حاجه ليزر بتر زي كوترايزيشن، افويد تانك باودر فاين مانيبيوليشن، كل دي حاجات افويد ان انا اعمل انجري للتيوب وانا شغال في اي عمليه. بعمل حتى سيكشن، بعمل ابنتسكتومي تمام، سهل جدا تعور التيوب. فعشان كده خلي بالك وانت بتشتغل. طيب دلوقتي جات لك واحده عندها مشكله، عملت لها اشعه بالصبغه لقيت التيوب مقفول، تعمل ايه؟ الكلام الجديد دلوقتي ايه؟ ار تي اسيستد ريبرودكتيف تكنولوجي، اطفال انابيب. لو واحده عندها مشكله في التيوب اعمل اطفال انابيب راح دماغها. طب الكلام القديم اعمل عمليه تيوب بلاستيك بالعربي كده تسليك الى نبيل. هسألك ازاي يا عم؟ اخش والله اعمل بيري تيوبال ادهيزو لايسنس، اخش اللابروسكوب واعمل بيري تيوبال ادهيزو لايسنس. يعني انت دخلت مثلا لقيت ادي التيوب اهي في اديجنز هنا ماسكه التيوب، تخش كده خلاص بقالها كده باللابروسكوب تقعد تفك في الاديجنز دي، تقعد تفك فيها. اسمها بيري تيوبال ادهيزو لايسنس. ممكن نعمل نيو سالبنجوتومي. عينه مشخصه ان عندها هايبرو سالفكس، اروح فاتح فتحه هنا كده في التيوب على اساس انها تعمل درينج للهايبرو سالفكس. يا سلام، يعني انت لو عملت كده مش هتبوظ التيوب، التيوب دي باظت اصلا. بص بقى ممكن اعمل ريسكشن. ده اسمه ازاي اسمه؟ يا سلام، يعني انت بالهيسترو سالبنجوجرام وقفت لك الصبغه هنا، يبقى انت عندك مشكله هنا. هو سهل والله، اقطع دي واصفى دي فين. طبعا كلام قديم، محدش بيعمله خالص. تيوب بلاستي، يبقى الكلام التيوب بلاستي ده كلام قديم. تيوب بلاستي بري تيوب انهيزو لايسنس نيو سالبيجوتومي خلاص سكشن ريال استموز. طبعا الكلام ده كله مبقاش يتعمل. هو والله يعني اذا قبل ما اعمل اي بي اف نخش نعمل لابروسكوب، لو لقيت شويه اديشنز ممكن اعرف الكوم كده من بره كده اعرف الكوم. غير كده ما بعملش، غير كده ما بعملش.
يبقى الكلام الجديد دلوقتي يا طيب خلاص بقت مشكله في الانابيب اعمل اطفال انابيب خلاص تمام. طيب تيوبو بلاستي ده الكلام القديم. طب الكلام القديم قوي يعني ايه؟ مش التيوب ملزقه من جوه؟ احقن فيها حاجات تفك الادهيجن. ازاي؟ احقن جواها الفا كيمو تريبس وديكساميثازون وانتي بيوتيك زي خلاص ستريبتوميسين ولا حاجه. الفا كيمو تريبسن هيوقف هيقلل لك الادهيجن. الديكساميثازون هنقلل الانفكشن والستريبتوميسين هيقلل الديكسا والانتي بيوتيك هيقللوا الانفلاميشن والانفكشن. ده اسمه هيدرو تيوبيشن. كلام قديم ما بيتعملش وما يتقالش غير لو اتسالت فيه. هم هنا في الازهر بيحبوا الكلام القديم تمام مش لازم تبقى عارفه. هو كل ده مكتوب ما عندكش هايدرو سلامة التسعينات كام وشن انا بقول لك يبقى هنعمل ايه يا ابدي؟ الكلام القديم القديم تيوبو بلاستي القديم قوي هيدروتروبيشن ومعاه كمان حاجه اسمها شورت ويف سيرابي. ايه الشورت ويف سيرابي؟ يخشوا يزغزغوا الانابيب. دي معناها يعني والله يعرضوا الانبوبه خلاص لويف معينه كده تتعمل كده خلاص كده الانابيب فك. موجوده برضه موجوده في الكلام قديم قوي 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 كمان ده اسمه شورت ويف سيرابي. شورت زغزغ ويف سيرابي. يبقى علاج الانابيب ايه ار تي؟ كلام قديم تيوبو بلاستي شورت ويف سيرابي والهيدروتروبيشن خلاص ده كلام قديم قوي. تاني اسباب الانابيب نفس اسباب الالكتوريك بس هنا في توتال اوبستراكشن للتيوب كونجنتال هايبوبليزيا ارتيتريوستيا انفلاميشن تروما للتيوب تيومر للتيوب اي تيومر غير التيوب كل ده ممكن يبقى وصل للتيوب. ايه الانفستيجيشنز اللي انا بعملها عشان تيوب البيتنس تيست؟ واحد هيسترو سالفينجو جرافي تتعمل امتى؟ من يومين لخمس ايام تعيدهم في السترويشن. لو اتعملت قبل يحصل وقت يحصل بعد يحصل الكوليزيس. نعملها ازاي؟ نقعد على بلازيت كومبوزيشن ونحط لها صبغه من اثنين يا اما ليبيدول يا اما كلوروجرافين. الليبيدول ليبيد ليبيد تقيل اويل بيتا دايجنوستيك بيتا ثيرابيوتيك بس السكند فيلم بعد 24 ساعه ممكن يحصل اويل بوليس لكن الثاني السكند فيلم بعد نص ساعه. اشوف كام فيلم؟ الفيرست فيلم تشوف ايه؟ ريتروسكوب طب السكند بريتون ينزل يعمل بوستد بريتونال سبيس كده نورمال عمل ريكوليشن معناه ان في ادهيشن. بعمل الهيستوري سالفيجوجرافي امتى؟ ايه الاندكيشن بتاعته؟ التيومر بيتا تيست بيفور اند افتر بريبيكتومي الناس دي اي دي سرفايفل الكومبلكس. ايه الكومبلكيشن بتاعته؟ قبل ووقت وبعد. كومبلكيشن من ايه تاني؟ يعمل اسندنج الانفكشن. اسندنج الانفكشن. اويل امبوليزم. ماشي هايبر سستيفتي لليو كل دي كومبلكيشن ممكن تحصل. طيب كونترا اندكيشن اوعى تعمل هيستوري امتى؟ واحده بريجننت واحده عندها بي اي دي تمام؟ قبل المنستريشن على طول وبعد المنستريشن على طول. تمام؟ دخلنا بعد كده رقم اثنين قلنا حاجه اسمها هاي كوزي ده بعمل ايه؟ صلاين زائد الترا ساوند هيترو سالفيجو كونتراست سونوجرا صلاين زائد الترا ساوند في عندي تيوب الهيتروسكوب واللابروسكوب وعندي تيوبال كالكيوليشن تيوبال كالكيوليشن خش لو انا عندي حاجه ان اورجانيك زي سيرفايكال ميوكس ممكن اسلكها لو عندي حاجه اورجانيك ترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن ترانس سيرفايكال بالون دايليتيشن. خلينا بعد كده المانجمنت بروفلاكتيك واكتيف تمام. بروفلاكتيك ازاي امنع ان يحصل اصلا ادهيجنز في التيوب وانا بشتغل اي عمليه ثلاث اربع كلمات دول. طب الاكتيف ايه ار تي؟ تيوب بلاستر هيدرو انتوبيشن شورت ويف سيرم. لو دخلت عملت تيوب بلاستر العيانه المفروض بتديها فرصه قد ايه عشان تحمل؟ تسيبها تحمل. ما انت ما عملتهاش تيوب بلاستر وقلت لها خلاص بقى شكرا كده انت خلاص. المفروض تسيبها من ثلاث لست شهور. لو ما حملتش من ده يبقى انت بتعمل للعيانه هاي تيوب بلاستي تمام. عملت لها عمليه قلت لها بص انا هخش دخلت لك اللابروسكوب فكتب الاديشنز اللي عندي تسيبها من ثلاث لست شهور ما جابتش معاها نتيجه خلاص اعمل لها ايه ار تي. طب لو دخلت واحده باللابروسكوب ولقيت عندها بايلاترال هايدرو سنتنس بايلاترال هايدرو سنتنس تعمل ايه؟ كويس خلاص ماشي
اللابروسكوب. اعمل بايلاترال تيوبال ليجيشن واعمل لها اي ار تي. طب ليه تعمل لها تيوبال ليجيشن؟ عشان الفلويد بتاع الهيدروسابلكس ده تمام ممكن ينزل على الزيجوت وقت الامبلانتيشن ويعمل ابورشن او يخلي الزيجوت ده خلاص اون هيتس اللي يحصل له الامبلانتيشن. يبقى في حالات الهيدروسابلكس بتخش تعمل بايلاترال تيوبال ليجيشن عشان يقلل الانسنس بتاع الابورشن. خلاص المعلومه دي مهمه جدا. يبقى المانجمنت بتاعي اللي هو تي رقم واحد قال لك اني تعرف حاجه ثانيه اقول له تيوب بلاستي، قال لك تعرف حاجه ثالثه اقول له والله كان في سيرام زمان او اسمه هايدروتوبيشن او شورت ويف سيرابي ما بقاش يتعمل المصنع دول. مش استلفكم ولا نص ساعه حتى لازم نصلي اكيد بس ما بيتعملش اصلا في روتين انفستيجيشن بتاع الفيرتيلتي. اي كلام. الانسنس اصلا ان السيرفكس يعمل مشكله في واحده ما يعديش 5%، محدش بيبص عليه. ده قل القصه دي خالص دلوقتي. تمام؟ يبقى حتى التيست اللي احنا هنعمله ده ملوش لازمه. طيب. انا عايز اعرف كوزز استاد مانجمنت. الاسباب بتاعت السيرفكس حاجه من اثنين، يا اورجانيك يا فانكشنال. المشكله ان الناس بتنسى الفانكشنال دي. قلت له دي سهله. كونجنتال. قلت له ماتي. انت لا لا نيو بلاستيك. كونجنتال سرفايكال ستينوزس ما بتطلعش السبرم اللي فوق. او هايبوبليزيا لوند اند نار السبرم بيمشي شويه وبيموت. قلت له ماتي. دخلت عملت باتيولاس انترنال بوظت انت السيرفكس او عملت له كوتاليزيشن فبوظت السيرفكس فالسيرفكس ده باظ. ما بقاش يطلع سيرفايكال ميوكس. انفلاميشن زي السيرفاسايتس. سيرفايكال بولي. سيرفايكال بولي ممكن تمنع لي الاسيندنج بتاع السبرم فوق. اي حاجه تيجي في دماغك كلها. الكلام ده سهل ما فيهوش حاجه الفه. امال هي كل المشكله في الفضل. هو انا عشان اقول ان السيرفكس بتاعي ده هيلث محتاج رقم واحد سيرفايكال جلاند كويسه زائد سكريشن من السيرفكس. طيب يعني افهم من كده واحد لو انا عندي باد كواليتي اوف سيرفايكال كابس ميوكس او رقم اثنين انتي سبيرم انتي بودي والباد كوانتي والسيرفايكال ميوكس دي قايمه على حاجتين. على ان يكون عندي سيرفايكال جلاند كويسه وعندي استروجين كويس صح؟ مش عارف اتفقنا ان الاستروجين ده هو السبب الرئيسي في زياده السيرفايكال سكريشن. يبقى الاورجانيك دي اسباب سهله. اي الف سيرفايكال سيروزس هايبوبليزيا كوتراليزيشن سيرفايكال بولن تمام في فايبرويد في السيرفكس كل دي حاجات ممكن تعملها مشكله اصلا في الايه؟ في السيرفكس. امال الفانكشنال عندي باد كواليتي سيرفايكال ميوكس وعندي انتي سبيرم انتي بوتي. طيب ايه اللي يبوظ السيرفايكال جلاند؟ والله اللي يبوظ السيرفايكال جلاند انفكشن سيرفاسايتس. ايه اللي يقلل الاستروجين؟ خدناها لسه قلتلي دلوقتي. الكولومين. صح؟ ده اللي كان بيقلل الاستروجين، ده اللي كان بيأثر على كونتر واحد.
طيب الانتي سبيرما انتي بودي لو نجي واحده بتطلع انتي بودي اجينست السبور بتاع الجزر تطلع تعمل له ايه؟ تعمل له ابلوتيشن تلزقهم في بعض انتي بودي في حاجه بيولوجيكال بايظه بقى تمام يا اما تبوظ الحركه بتاعتها يبقى الانتي سبيرما انتي بودي دي واحده عندها مشكله انها بتطلع انتي بودي اجينست السبيرم بتاع جوزها يعني تفقده الحركه خالص خلاص تخليه يوصل فورورد موتيليتي خلاص او يلف حوالين نفسه ما يعرفش يطلع لقدام انا محتاج ان السبيرم مش فكره السبيرم بس يكون كمان مطير لازم مطير فورورد موتيليتي لازم يكون فيه فورورد موتيليتي تمام او انها تلزق اثنين سبيرم ببعض فما بيتحركوش فيفضلوا في مكانهم فما يقدرش يحصل فورورد دول السببين او الثلاث اسباب اهو ثلاث اسباب الفانكشنال اللي انا هعالجهم اصلا بس انا هعالج هنا ايه؟ سيرفايكال بول تشيل البول تمام؟ كوترايزيشن ما انت خلاص اصلا بوظته قبل كده انا قصدي ان الاورجانيك دي ليها سبب عالجه لكن دي الفانكشنال دي هي اللي عملت القصه دي فلازم نعالج الانفكشن او نعالج نقص الاستروجين او نعالج الايميولوجيكال فاكتور هو ده العلاج اصلا بتاع السيرفايكال فاكتور في الفيرتيليتي اصل هنا عالج السبب عندي بول عندي فايبرويد تمام انا بوظت السيرفكس نتيجه سيرفكس انت عالج السبب دور على السبب ايه لكن الحاجات دي انا ممكن اعالج انا ممكن اعالج الانفكشن ممكن اعالج نقص الاستروجين ممكن اعالج الاميولوجيكال فاكتور اوف السيرفايكال فاكتور بتاعت الايه بتاعت الفيمنتي ممكن اعالجهم لكن الاورجانيك عالج السبب اعرف منين ان السيرفكس بتاع الفيمنتي شغال كويس والله هو شغال كويس ان هو ما بيطلعش انتي بودي يموت السبيرم صح؟ ادي واحد، رقم اثنين انه بيطلع سيرفايكال سيكريشن كويس، انا لسه قايل لك اهو، يبقى انا عايز اعمل تيست، انا عايز اعمل تيست اطمن على السيرفايكال سيكريشن انها ما بتطلعش حاجات تموت السبيرم، ادي واحد، رقم اثنين ان السيرفايكال سيكريشن كويس، سيرفايكال سيكريشن كويس، بعمل تيست اسمه ايه؟ سيمز هوفنر بوست كويتال بالعربي اسمه تحليل ما بعد الجماع. والاستاذ سيمز ده بصراحه تعب معانا قوي في النساء يعني. عامل لنا سيمز سبيك رام سيمز بوزيشن وسيمز اوبريشن تمام؟ وادي سيمز هوم بص كويس اتست لا عمل شغل. شكله كان كويس. سيمز هوم بص كويس اتست اسمه تحليل ما بعد الجماع. طيب انا عايز اعمل ايه؟ ايه فكره التست؟ لسه قايل لك اهو ايه فكرته؟ انا اطمن على السرفايكال سكريشن من واحد رقم اثنين اطمن ان السرفايكال سكريشن ما فيهوش حاجه بتقتل السبيرم صح كده؟ طيب تمام هو السرفايكال سكريشن بيزيد قوي امتى؟ اندر افكت اوف ايه؟ امتى؟ وقت الاوفيليشن تقريبا صح؟ مش احنا قلنا ان احنا محتاجين الاستروجين يعلى وقت الاوفيليشن يعمل اساسي بتاع السبيرم؟ يبقى انا رقم واحد التيست ده لازم يتعمل امتى؟ ات اوفيوليشن لان الماكسيموم سكريشن بتاع السيرفكس هو اكتر وقت فيه وقت الاوفيليشن عشان اقدر احكم على السيرفكس ده شغال ولا مش شغال احكم عليه في اعلى صوره اللي هو فين؟ وقت الاستروجين وقت الاوفيليشن. اثنين لازم يكون جوزها ماله كويس ما هو ما ينفعش ان انا قاعد اعمل انفستيجيشن لسيرفايكال سكريشن واجي الاقي السبرمات ميته تمام وانا اصلا عندي جوزها عنده ازوسبرميا ولا ميكروسبرميا ولا عنده ثلاثه نو فاجينال دوشز ما استخدمش فاجينال دوشز لانها بتاثر على السبرم نو لوبريكانت نو انتركورس لمده اليومين لثلاث ايام ويحصل انتركورس في اليوم الرابع وتجي لي بعد الانتركورس يعني يحصل الانتركورس بالليل وتجي لي الصبح اخر في العينه. يبقى ايه الشروط بتاع السيمز هونر؟ السيمز هونر بص جويت التست انا عايز اعرف السيرفكس بتاعي ده شغال ولا مش شغال. عايز اعرف السيرفكس سكريشن كويسه ولا لا وعايز اعرف ان السيرفكس سكريشن دي بتقتل السبرم ولا ما بتقتلوش. طيب عشان اعرف الكرايتيريا دي كلها ما انا عارف ان السيرفكس بيشتغل اكتر فتره امتى؟ وقت الاوفيليشن اندر افكت اوف استروجين، يبقى لازم اعمل التيست ده وقت الاوفيليشن.
لازم الجزء يكون سليم عشان انا ما ينفعش اكون بدور السيرفكس بيموت الاسبرم ولا لا والاسبرم اوريدي عندي ميت ما ينفعش يبقى لازم في نورمال سيمن اناليسيس وما فيش فاجينال لوشز ولا لوبتيكا واقول لها ما يحصلش جماع يومين لثلاث ايام ورا بعض واليوم الرابع يحصل جماع تمام بالليل وتجي لي الصبح اخد لك عينه من السيرفايكال سيجنيشن اشوف فيها ايه اشوف ايه اشوف السيرفكس ده كويس ولا السيرفايكال سيكل ده كويس ولا لا كويس يعني ايه في استريتشابيلتي ولا مفيش بص السبيشال تيست في فيرن تيست ولا مفيش اكسسيف ووتري ولا لا الوايت بلاد سيلز فيه قد ايه خلاص ده سكور بعمله للسيرفايكال سيكريشن يبقى اول حاجه بشوفها بشوف السيرفايكال سيكريشن اثرها ليه هي الفم كويسه ولا لا السيرفايكال سيكريشن دي كويسه ولا فيها مشكله كميتها قليله انت انا سحبتها في وقت الاوفيليشن لقيت كميه السيرفايكال سيكريشن قليله جدا مفيش استريتشابيلتي مفيش فيرد تيست يبقى معناها ان الكواليتي بتاعت السيرفايكال سيكريشن تعبانه يبقى انا عندي مشكله في السيرفايكال سيكريشن رقم اثنين اشوف عدد الحيوانات المنويه او السبيرمز اللي ماشيه فين في السيرفايكال سيكريشن هل مخليه السيرفس السبيرمز تمشي وفي فورورد موتيليتي ولا بتمشي شويه وتموت يبقى معناها ان في مشكله بتقتل السبيرم يبقى انا بشوف حاجتين كواليتي اوف سيرفايكال ميوكس واثنين السبيرمز اللي موجوده في السيرفايكال ميوكس قد ايه هو ده الغرض من التيست اصلا مش ده الغرض من التيست ان انا اشوف في حاجه بتقتل السبيرم ولا لا واشوف الكواليتي بتاع السيرفايكال ميوكس الكواليتي بتاع السيرفايكال سيكريشن في واحد اسمه موغيزي موغيزي ده عمل سكور وسماه باسمه موغيزي سكور قال لك والله لو السكور ده خد اقل من خمسه 5 ل 10 ل 15 اكتر من 10 ل 15 اقل من 5 ده بور ده ضايع خالص من 5 ل 10 اكتر من 10 ل 15 او اكتر من 15 خلاص ده فيفرابل ان ده يحصل او فيفرابل ان الست دي او السيرفس بتاعها كويس ما فيهوش اي حاجه خالص يبقى اقل من 5 ده بور مفيش تمام عشان 5 ل 10 ل 15 ده الفيفرابول اكتر من 10 ل 15 ل 15 يبقى ده فيفرابول سيرفايكال سيكريشن طب اشوف كام سبورم ماشي شوينج فورورد موتيليتي تمام تحت الميكروسكوب قال لك تشوف من 5 ل 20 سبورم شوينج فورورد موتيليتي خلاص بالميكروسكوب يبقى انا خدت عينه من السيرفايكال سيكريشن اندر افكت اوف استروجين اللي المفروض السيرفايكال سيكريشن يبقى احسن حاجه احسن كوارتي في الفتره دي احسن كواليتي في الوقت ده احسن كواليتي في الوقت ده الوقت الاوفيليشن خدت عينه شفت الاسبرمات اللي ماشيه اه ده الاسبرمز ماشيه شغل فورورد موتيليتي مفيش حاجه يعني معناها كده ان السيرفايكال سيكريشن مفيش انتي بودي بتقتل الاسبرم ولا حاجه اثنين كميه السيرفايكال سيكريشن كويسه في بوست فيرن في بوست سبيندل كيتست في كل الكرايتيريا بتاعت الجود كواليتي اوف سيرفايكال سيكريشن يبقى الفيميل ديستنس بتاعها كويس ما بيعملش مشكله ايه اللي النيجاتيف امتى يطلع التست ده يطلع فيه مشكله لو في انفكشن صح لو في انفكشن لو في اميونولوجيكال فاكتور لو انت عملت التست ده في ميعاد غلط لو انت عندك ابنورمال سيمين اناليسيس كل دي تستات او كل دي حاجات تعمل لك نيجاتيف في التست تطلع لك نتيجه غلط يبقى السنز هم تبص كويس التست ده الغلط منه اشوف كميه السبورمز اللي ماشيه في السيرفايكال ميوكس وقت الاوفيليشن واعمل اشوف الكواليتي بتاعت السيرفايكال ميوكس اندر افكت اوف استروجين وقت الاوفيليشن في تيست تانيين هم نفس التست ده بس التست ده انت بتخد بالك بتعمل ان فيفو يعني ايه ان فيفو؟ يعني بتاخد السيرفايكال سيكريشن مع السبرمز مع بعض وبنبص تحت الميكروسكوب لكن ده هنعمله بره تيست اسمه سلايد تيست او كابينا الكيوب تيست هما الاثنين واحد ده هو ده بس ده بيتعمل ان فيترو ان فيترو ازاي يعني؟ بجيب على ادي سلايد اهي وبجيب السيرفايكال ميوكس واحطه على السبرم ابص على الميكروسكوب بس بره لكن هنا كنت ايه؟ السيرفايكال ميوكس والسبرمز الاثنين مع بعض طب هنا بجيب زي انبوبه كده زي بتاع البايو دي احط فيها شويه سبرمز هنا احط السيرفايكال ميوكس هنا السبرمز هتمشي حاجه اتابع عن الحركه بتاعت السبرم بعد نص ساعه وبعد ساعه وبعد 120 دقيقه بعد ساعتين اشوف السبرمز بتمشي ولا لا لقيت السبرمز بتمشي شويه حاجه ماتت يبقى السيرفايكال ميوكس فيها ايه؟ فيها حاجه بتقتل السبرم تمام؟ نفس التيست ده بالظبط بس ده بيتعمل ان فيترو وده بيتعمل ان فيفو ده من جوه بشيل السيرفايكال ميوكس والسبرمز مع بعض لكن الاثنين دول بيتعملوا من بره بحط السبرم مع السيرفايكال ميوكس من بره. طب اعالج السيرفايكال فاكتور ده ازاي؟ اعالج الثلاث حاجات دي. اعالج الكوتش
وعالج نقص الاستروجين وعالج الاميولوجيا فرق. عالج الانفكشن ادي انتيبيوتيك اكوردنج للكاشن سيستم. طب نقص الاستروجين اعمل فيه ايه؟ سايكلو بروجينوفا من اليوم التاسع لليوم ال 13 عشان يحسن السيرفيكال سكريشن. طب الاميولوجيكال فاكتور عندي فيرمنتي بيطلع انتيبودي في الحته دي بالذات اجينس الاسبوت. كلام التحشيش بتاع زمان كلام قديم قوي 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 يعني بيقول لك ايه؟ بص لبس الميلك كوندوم واديها تكسى ميثادون لمده 6 شهور والميل يفضل لابس كوندوم اندر انتركورس 6 شهور. يعني انت بتنسي جهاز المناعه شكل الاسبرمات بتاع جوزك. هقص كلام تعبان مش عارف ناكله خالص. امال بنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه انترا يوتراين انسيمينيشن. هو مش انا مشكلتي كلها في السيرفكس؟ خلاص انا هاجي انبوبه وهات ستيم الاناليسيس بتاع جوزها خد منه اعمل له سنترفيوجيشن هنعرف ازاي بيتعمل ازاي خلاص واخد وعدي ادي الاوتراس اهو وادي السيرفكس اهو واخش بالانبوبه دي واروح عايد من ايه؟ للسيرفكس هنا. يبقى انا عديت الحته بتاعت السيرفكس خالص عديت الحته بتاعت السيرفكس خالص. يبقى علاج الاميولوجيكال فاكتور بتاع السيرفايكال فاكتور انترا يوتراين انسيمينيشن. الكلام القديم كوندوم وتكسا ميثادون والكلام العبيط ده كلام ما بيتعملش. علاجه الانترا يوتراين انسيمينيشن. يبقى السيرفايكال فاكتور ثلاث كلمات كوزز تستات مانجمنت كوزز اورجانيك وفقاوة تنسى فانكشن. هما ده العلاج هو ده السبب اهو باد كواليتي سترايكال ميكوس نتيجه مشكله في الجلاند او نقص الايه او نقص الاستروجين وايميولوجيكال انتي سبيرم انتي بودي. طيب بعمل تيست اسمه سيمز هونر بوست بويتال تيست تحليل بعد الجماع. التيست ده بيتعمل وقت الاوبريشن لازم يكون نورمال سيمين اناليسيس مفيش وجانا مفيش مفيش دوبل كان مفيش انتركورس في اليومين التانيين. في اليوم الرابع تجي لي اخد عينه من السيرفايكال ميوكا ابص على الكواليتي بتاعتها اقل من 5 5 15 اكتر من 15 بور تمام فيبرابل اون فيبرابل تمام وبعد كده بشوف عدد السبيرمز اللي موجوده شوينج فور اورد موتيلتي 25 ده هاجر فيه نفس التستات اللي بعملها بالظبط بس بره سبلاين وكابيلري تيوب. العلاج بعالج السيرفايكال جلاند او في انفكشن انتي بيوتيك ناقص الاستروجين ادي استروجين والانتي سبيرم انتي بودي بعمل انترا يوتراين انسيمينيشن. ده لسه واحدة 10 خليها لغاية واحدة وتلت ناخد لسه لغاية واحدة ونص وهنيجي نكمل لغاية الساعة 3 عايز